بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت هذا المساء منافسات الأسبوع 18 لدوري عمان تل للمحترفين، حيث واصل العروبة مشواره متربعا على الصدارة بعد فوزه على مضيفه ظفار بهدفين مقابل هدف واحد، مبتعدا في المقدمة برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فنجة الذي يأتي هذه المرة في المركز الثاني، والذي واصل ملاحقته القوية للمقدمة وفاز على النهضة بهدف وحيد. وبذات النتيجة فاز النصر على الخابور، الذي تقول الأخبار بأن مدربه قد قدم اعتذاره عن عدم مواصلة المشوار مع الفريق، في حين انتهت مباراة المصنعة وصور بهدف لمثله. في حلقة الليلة من الدكة مشاهدينا الكرام سوف نتناول العناوين التالية. لوبيز يعلن عن أول قائمة له بعد توليه قيادة الأحمر. المارد العرباوي ينفرد بالصدارة وظفار يواصل الانكسار. فنجة ينتهز تعثر السويق ويفاقم من جراح النهضة. ميشاك يطمئن النصراويين والخابورة يستمر في الغرق. صور يتقدم والهاجري يعود فيخطف النقطة للمصنعة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. اذا 18 جوله من دوري عمان تل للمحترفين انقضت هذا المساء، وفيها العروبه يغرد وحيدا في الصداره هذه المره بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه فنجة الذي يعتلي الوصافه ويعود السويق الى المركز الثالث. 4 مباريات في ختام الاسبوع 18 من دوري عمان تل للمحترفين جاءت نتائجها على النحو التالي. فنجة يكسب النهضة بهدف مقابل لا شيء في مباراة جميلة بالنسبة للنهضة بعد مغادرة جدران. النصر أيضا بهدف ميشاك يكسب الخابورة، الخابورة يواصل التراجع. المصنعة وصور بهدف لكل فريق تنتهي النتيجة، وظفار في ملعب يخسر أمام العروبة المتصدر بهدف مقابل هدفين. مع نهاية الأسبوع 18 من دوري عمان تل للمحترفين جدول الترتيب على النحو التالي: العروبة في المركز الأول مغردا بالصدارة ب 36 نقطة، فنجة يأتي ثانيا هذه المرة بفارق 4 نقاط 32 نقطة، السويق في المركز الثالث ب 31 نقطة، يبقى ظفار رابعا ب 27 نقطة لكنه صار بعيدا عن العروبة صاحب المركز الأول. النصر ب 26 نقطة في المركز الخامس، صحار في المركز السادس ب 25 نقطة، المصنعة ب 25 نقطة أيضا بعد تعادله مع صور هذا المساء، صحن في المركز الثامن ب 22 نقطة، والنهضة في المركز التاسع ب 21 نقطة. في المركز العاشر الشباب ب 21 نقطة، صور بنقطة اليوم يصل إلى النقطة 18، لم يبتعد كثيرا عن مسقط صاحب المركز الثاني عشر، والخابورة الذي خسر أيضا اليوم في المركز الثالث عشر ب 15 نقطة. صلالة يبدو كالعادة وحيدا في المؤخرة وب 11 نقطة. كلام كثير سيستمر بالتأكيد مع أعضاء فريق الدكة بعد قليل الحديث عن هذه الجولة ومواضيع أخرى متعلقة بالشأن الكروي في السلطنة. أهلا بكم. حياكم من جديد مشاهدينا الكرام. اذا 18 جوله انتهت من دوري عمان تل للمحترفين، العروبه وحيدا في الصداره بفارق 4 نقاط عن اقرب المطاردين، هذه المره هو نادي فنجة بعد فوز طبعا العروبه على ظفار هذا المساء بهدفين مقابل هدف واحد. ارحب باعضاء
فريق الدكة، وأرحب بجميع المشاهدين المتابعين للبرنامج والمتواصلين أيضا بتغريداتهم على حساب البرنامج الرسمي في تويتر. أرحب بأعضاء الدكة، هلال المخيني، سيف سلطان، مساكم الله بالخير. بعدكم تكتبون للحين؟ طيب، طلال العامري وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. فيصل وصقر، حياكم الله. حياك الله. قبل ما ندخل في الدوري بنروح للمنتخب، منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. اليوم لوبيز أعلن رسميا أول قائمة تخوض مع معسكر داخلي، طبعا بغياب اللاعبين المحترفين خارج السلطنة. القائمة موجودة طبعا على الشاشة مثل ما تتابعون، ابتداء من فايز الرشيدي ورياض ومازن في حراسة المرمى، وصولا إلى بقية الأسماء في القائمة. طبعا في عمر الفزاري وسامي الحسيني في آخر الصف من القائمة، وكان في كلام أيضا يتعلق بهذه الاختيارات. تبقى اختيارات وقناعات المدرب ربما واضحة في بعض العناصر، لكن هناك عناصر قديمة تبقى متواجدة مع المنتخب. فايز رشيدي، خالد الهاجري، ياسبيت، حارب السعدي، مازن الكاسبي، أحمد سليم، حسين الحضري، عبد السلام عامر، سعود الفارسي، محمد المسلمي، قاسم سعيد، نذير المسكري، علي سالم، محمد الشيبة، محمد الحبسي، علي البوسعيد السيابي، باسل رواحي، رائد إبراهيم، خالد اسكندر، جميل اليحمدي، علي الجابري، عماد الحوسني، محمد المعشري، عبد العزيز المقبالي، عمر الفزاري، وسامي الحسيني. هذه القائمة اللي بتخوض المعسكر ابتداء من بكرة تاريخ 5 إن شاء الله لغاية تاريخ 9 فبراير. يستغل طبعا المدرب هذه الفترة على اعتبار الدوري بيكون يوم 11، فمعسكر داخلي. طبعا التحضير يبقى لمباراتي غوام وإيران في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المباراتين طبعا في شهر مارس القادم. طبعا ناخذ اراء اعضاء فريق الدكه، لان صار قبل البرنامج طبعا كالمعتاد تحاور في المواضيع التي نطرحها، والحقيقه الاخوان ايضا راوا ان يطرح من خلال المحور الاول الراي فيما يتعلق بهذه القائمه. تبقى قائمه نتمنى لها التوفيق مع المدرب الجديد واختياراته وقناعاته او اختيارات الاداره الفنيه مثل ما كان في المعسكر السابق. من 5 الى 9 فبراير سيكون هذا المعسكر وهذا التجمع الداخلي للمنتخب. سيف سلطان، ابدا معك الحوار فيما يتعلق بالموضوع، قائمه لاعبي المنتخب الوطني ومعسكر داخلي بقياده لوبيز لاول مره مع المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام. طبعا خميس، يعني بالنسبه للقائمه، يعني مثل ما يعرف الجميع بانه المنتخب بيكون هناك عنده تجمع في بعد نهايه الجوله في معسكر داخلي لمده تقريبا اسبوع. هذا المعسكر طبعا بيكون بالنسبة للمدرب شيء الكثير للتعرف على اللاعبين وأيضا على الأسلوب أو التشكيل اللي يعني ممكن أنه يتعامل معه في المباريات القادمة. يعني طبعا هو اختيار التشكيلة هو من حق الجهاز الفني والإداري في المقام الأول. يعني نحن شاهدنا الكثير من اللاعبين في الدوري، في لاعبين تميزوا، في لاعبين أثبتوا وجودهم، ومن ضمن أو من بعض هذه الأسماء تواجدهم ولله الحمد في القائمة. يعني هناك أكيد يعني الكل يعني له رأيه وله أيضا اختياره، وأيضا في بعض اللاعبين نراهم أنهم مفروض أنهم يتواجدوا في المنتخب، ولكن أعتقد أنه يعني كمرحلة أولى وكتشكيل يعني بالنسبة للمدرب أعتقد أنها يعني هي التشكيلة الأولى. ولكن اللي أتمناه أنه أيضا يعني يضم العناصر اللي فعلا يعني اثبتت وجودها. انا ما اريد اسمي لاعبين لانه اللاعب دائما يفرض نفسه في ناديه او في الدوري. المشاهدين ايضا يشاهدون اللاعبين اللي هم متميزين. ذكرت لك انه يعني مثل لاعب يعني جميل اليحمدي تميز مع نادي الشباب، خالد الهاجري ايضا في نادي المصنعه ايضا تميز، اليوم سجل هدف وشاهدنا الهدف اللي سجل، عمل اضافه للفريق. فهذه الاسماء يعني ايضا تعطي يعني دعم وايضا ثقه بالنسبه لهم انهم يواصلوا ادائهم ويواصلوا الامكانيات اللي يمتلكوها. ولكن في المقابل هناك اسماء هي اسماء معروفه، ولكن لو رجعنا إلى الدوري وإلى المباريات أعتقد أنها لم تقدم المستويات المطلوبة منها كلاعبين منتخب. اللي أتمنى أنه اليوم يعني المدرب يقف بواقعية
ويقف لمصلحة المنتخب على حساب أي لاعب يعني ما يقدم شيء في الدوري أو في المباريات أو حتى الناديه. هو الأهم أنك تكون مميز في ناديك وتعمل الفارق، هذا الأهم بالنسبة للاعب اللي يريد يوصل إلى المنتخب. طبعا هناك في بعض الأسماء يعني أسماء جديدة دخلت للمنتخب أو تواجدت في المنتخب، مثل حارب السعدي وخالد وجميل وايضا اسكندر خالد اسكندر فزاري يعني وعمر الفزاري، يعني لاعبين يعني اثبتوا وجودهم، وان شاء الله خلال التجمعات القادمه ايضا نرى اسماء ايضا فرضت تواجدها في 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 الدوري. اليوم انا يعني انا ما اريد اكون قاسي على حراس المرمى، اليوم اعتقد انه مازن الكاسبي يعني أخطاءه كثيرة في مع فريق نادي فنجة، هناك في حراس أيضا يعني حاولوا بكل ما يستطيعوا أنهم يثبتوا وجودهم وشاهدناهم. يعني المسألة وما فيها هي مش مسألة أني أنا أختار وهذا الاختيار يكون يعني هذا المستوى يكون مثلا مستوى عادي بالنسبة لأي لاعب. نتمنى التوفيق، وترى مثل ما ذكرت لك في البداية أنه هذا الاختيار هو الجهاز الفني الإداري هم يتحمل المسؤولية وهم الأحق بالاختيار، نحن نحب مش مجرد آراء طبعا، ولكن يعني اللي أتمنى أنه كل لاعب يعني يأخذ حقه إن كان في الدوري وفي المباريات، على أساس أنه أيضا تعطي حافز للاعبين الآخرين أنهم أيضا يحاولوا يقدموا كل ما عندهم في لأنديتهم للوصول إلى المنتخب. الوصول للمنتخب مش ما تأتي بسهولة، يجب أن يكون هناك في اجتهاد من قبل اللاعبين، هناك في أيضا انضباط عالي منهم في تمارينهم، في تعاونهم مع الإدارة مع زملائهم اللاعبين، عوامل كثيرة يجب أنها تكون حاضرة. اللاعب اللي أتمنيت أن يكون موجود دائما تكلم عنه جميل، أنا يعني جميل يستاهل، خالد الهاجري يستاهل، ايضا ذكرت لك انا ايضا اشوف انه الحارس مرمى نادي صحار اللي هو داود الكحالي مشروع حارس جيد جدا للمنتخب في المستقبل. انا اتمنى انه يعطى الثقه، لانه يعني نحن ممكن ما شاهدنا داود لعب لمباراتين بس، لا بس رده الفعل و و و و وايضا وقوفه في المرمى يعني مباراتين، هذا انا حكمت عليه في مباراتين، يعني وقوفه طبعا وقوفه قدم في مستوى في المرمى وردة فعله ايضا في بعض اللعبات، يعني يعطيك مؤشر بان هذا الحارس مستقبل لنادي صحار وايضا للمنتخب ان شاء الله اذا كان متواجد في المنتخب. وما في قصور على البقيه، يعني نحن نعرفهم جيدا، ايضا محمد الحبسي لاعب نادي مسقط يعني لاعب جيد وايضا اثبت وجوده ويستاهل. محمد هو محمد الحمد هو اللي اثبت وجوده حمد مو محمد بالنسبه لنا احنا تابعنا حمد الحبسي يجوز غلطاني بالاسم حمد يعني هو شقيقه لكن متوأم لكن يجوز بتوأم وضاعت السالفه يعني هو جاي ليس هم شبه فيهم لا هم اللاعبين الاخوان هم متميزين هو جاي واحد منهم متميزين بس متميز حمد 11 حمد اكثر تميز من محمد هل هو يقصدون حمد هم لانه يشابهون بكل شيء ما تعرف بعد. عموما ابو خالد نتمنى التوفيق للاعبين، نتمنى التوفيق للجهاز الفني والاداري، نحن معاهم قلبا وقالبا، وان شاء الله المنتخب يصل الى المرحله او الطموح اللي نتمناه نحن كمتابعين وايضا كجماهير عاشقين للمنتخب. طيب ابو فيصل يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ابو خالد امسي عليك والاخوان والمشاهدين المتابعين البرنامج. حقيقة يعني أقول بداية هذه بداية مرحلة أسميها مرحلة انتقالية في المنتخب بعد التغييرات التي تمت، وكانت مطالبة من الجماهير ومن المتابعين أن هناك يتم تغيير في 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 المنتخب سواء كان الجهاز الفني أو الإداري، تم الآن، فما علينا إلا أن نكون داعمين، ما علينا إلا أن نكون يعني من البداية نعطي الثقة تامة، لا نحبط ونرفع شعار الإحباط من البداية، وإنما نرفع شعار الدعم والمساندة للمرحلة القادمة. الآن الكابتن لوبيز الآن أصبح هو على رأس قائمة الجهاز الفني في المنتخب مع المعاونين له، الجهاز الإداري الآن برئاسة الأخ مقبول والكابتن بدر وكذلك الإخوان معاونين معهم، فبكل تأكيد لابد ان نكون داعمين، لابد ان يعني نخف حدة شويه
ايش نسميه ان من اللي يخف يعني نحن كمتابعين يعني لا نعطي من البدايه تشاؤم عفوا وانما نكون متفائلين ونكون داعمين. لا متفائلين لكن ترى تبقى وجهات نظر ابو خالد لكن في البدايه دائما وابدا معاهم في قلبا وقلبا. القائمه التي وجدت الان بكل تاكيد يعني تعرف المدرب وانا حقيقه احيي الان تواجده في كثير من المباريات فهذا يعني مؤشر كثير جيد انه عندما يكون يتواجد هو والجهاز الفني المعاون له في اغلب المباريات للدوري عمان تل هذا ما يؤكد على انه يريد يعمل تغيير وحن محتاجين الى تغيير حقيقه يعني المنتخب اليوم محتاجين الى اللاعب اللي هو لديه القدره الفنيه في ناديه هو يكون لديه القدره وهو يمثل المنتخب في المرحله القادمه. انا يعني شخصيا اقول مع التغيير لابد هناك تتغير حتى السياسات يا ابو خالد العمل في المنتخب سواء كان من الجانب الفني او حتى الجانب الاداري للمرحله القادمه لان كنا النادي في كثير من الجوانب كنا يعني اخذنا منها مواقف سابقه لكن مع تواجد الاخوان الان بدر الميمني كلاعب قديم ولديه الخبره كابتن مقبول مدرب ومسك جوانب اداريه في كثير من المناصب الرياضيه وبكل تاكيد نعول عليهم الان العمل ان شاء الله يكون الافضل الناجح ان شاء الله. فبالنسبه للعناصر يعني العنصر اللي تعتقد انت جديد يعني كنت تريد تمثل بصراحه انا اضم صوتي مع اخوي ابو سلطان انا شد انتباهي من خلال المستوى اللي ظهر فيه خلال الدوري جميل الاحمدي لاعب لاعب الشباب وكذلك خالد الهاجري عندما عاد في الفتره الان الاخيره مع المصنعه والان يسجل انا كنت اتمنى حقيقه يعني من ضمن القائمه لكن قد يكون هذه قائمه اوليه لكن ما نستعجل فيها قد يكون دوليه اي قائمه اوليه لا نستعجل فيها لمده 5 أيام 4 أيام معسكر من 5 إلى 9 4 أيام معسكر مدرب يتعرف على اللاعبين على وبالتالي وهذا احنا يعني انا اقولها بكل صراحه المعسكرات القصيره هي هذه المعسكرات الناجحه التجمعات القصيره هي التجمعات الناجحه لان عندما تلتقي مجموعه من اللاعبين في الدوري ومع تجمعات قصيره لمده 3 أيام 4 أيام هذه تعطيك يعني خاصه مرحله التكوين وقد يكون كابتن هلال هو ادرى بالجوانب الفنيه. انا كنت اتمنى حقيقه يتواجد ضمن القائمه كحافز يعني وكدافع لاعب نادي الخابورة وهو سعيد عبيد أن يكون متواجد من ضمن القائمة الأولية على اعتبار أن هذا المشروع لاعب هداف العام الماضي كان يعني من على قائمة الهدافين المواطنين والسنة جالس يقدم مستوى يعني تهديف لا بأس جيد يعني نقول نفس الشيء كنت أتوقع أن القائمة تضم حتى محمد تقي باعتبار أنه عاد إلى مستواه وكهداف لكن الشيء المفرح الآن أن القائمة ضمت مجموعة من العناصر حقيقة اللي ظهروا في الدوري مع هناك بعض العناصر اختلفنا فيها ما اختلفنا عليها حتى الآن ما أريد أقولها لكن في بعض الأسماء قد يكون هم العناصر يكفي يعني خلاص يعني صار لهم يعني ايش أقول لك أخذوا الفرصة الكافية وفي بعض العناصر الآن يعني كانوا فترة طويلة في دكة احتياط المنتخب فما دام في دكة احتياط المنتخب فترة طويلة ومستواهم حتى هذا الموسم ما قدموا المستوى المأمول منه أنا وجدت مجموعة لكن ما أريد أتكلم على أساس نخلي الجانب المعنوي اللي أخذوا الفرصة الكبيرة منه بس واحد بيهم أكثر واحد لا في أكثر من واحد وفي واحد يعني بس. لكن إحنا الآن نقول أبو خالد هذه بداية أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وبداية موفقة دائما وأبدا يعني أمام نصب عيننا منتخب البلد هو منتخب السلطنه يكون من افضل يعني يقدم افضل المستويات اللي كان عليه سابقا ايام زمان عندما نذكر مجموعه من النجوم السابقين الله يذكرهم بالخير ها يعني هؤلاء اشخاص او لاعبين متفائلين ان يكونوا نجوم في المرحله القادمه التعاون مطلوب المتابعه مطلوبه من مجلس اداره الاتحاد الدعم اللاعب نفس الشيء يكون يجب عليه يكون حريص على نفسه يعني اليوم عندما يتمسك بالفرصه وبعدين يعني نخل يعني اليوم احنا في وسط مرحله تجديد
تجديد بالفكر، تجديد بالثقافة، تجديد بالعطاء، تجديد بكل شيء. وأنا أقول لكل لاعب الآن وجد اسمه ضمن القائمة واللي لديه الرغبة أن يمثل عمان لابد أن يتحلى بمواصفات متميزة للمرحلة القادمة، على اعتبار أن الدافع الوطني يكون أول أولويات العمل في المنتخب، وبالتالي المنتخب منتخب عمان. ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق، نتمنى للاعبين والجهاز الفني والإداري هذه مرحلة، والمرحلة هذه إن شاء الله تكون بداية تغيير فعلا نتمناها للكرة وتغيير للمنتخب الأول، على اعتبار هو الواجهة الحقيقية بعد السخط اللي صار والزعل اللي صار الفترة الماضية. نتمنى إن شاء الله يكون صفحة تتغير الأمور وصفحة جديدة. وفي حقيقة بعد لا نبخس حق من راح، من راح طبعا. يعني أنا أقولها بكل صراحة، اختلفنا معهم على أصوات لكن اجتهدوا، جزاهم الله بخير، سواء كان يعني الجهاز الفني بقيادة البول لغوين أو الجهاز الإداري بقيادة أخونا وصديقنا وحبيبنا محمد صالح العلوي. نقول كل التقدير وكل احترام، نقول لكم شكرا وما قصرتوا، جزاكم الله ألف مليون خير، لأن مرحلة وانتهت والعطاءات ما زالت تستمر، واليوم تروح بكرة ترجع مرة ثانية لهالمكان. عمان باقية بشبابها دائما وبعطاءات مستمرة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق، ونتمنى ونتفائل بالمرحلة القادمة إن شاء الله. هلال وأبو صقر أسمع منكم الكلام. مساء الخير. نعم محمد. مساء الخير لكم وأبو خالد، مساء الخير للمشاهدين الكرام. أنا في جزئية بسيطة يعني ما بزيد على الأخوان. طيب. الخيارات يعني هذه خيارات مدرب وقائمة أولية كما يعني مثل ما يعرف الكل، ولكن عندي كجزئية بسيطة من خلال متابعتنا لبطولة الدوري. أنا عملت مقارنة، المقارنة اليوم مش تغليل، كل لاعب معرض إن مستوى يصعد ومستوى ينزل، ولكن أنت كمدرب منتخب تأخذ اللاعب اللي يجهز، سواء كمعسكر قصير معسكر إعدادي أو معسكر نهائي، أنت تأخذ اللاعب الأميز. فلكل المتابعين ولكل المدربين اليوم، والله مش تغليل يعني في أحد، ولكن هذه يعني أمانة، أنا طالما إني مع الأخوان جالس هني لازم نتكلم بكل شفافية وبكل أمانة. اليوم أي متابع لو تجي وتقول داود الكحالي مازن الكاسبي، داود يقول لك داود في ظل المستوى اللي نشوفه. لو جيت وقلت محمد المعشري من ضمن الأسماء المختارة، وعلي سالم لاعبي نادي الظفار، ولا ياسين الشيادي، أنا أتوقع بيقول ياسين. ياسين صحيح طبعا. لا ياسين وسعيد عبيد، هذه واحدة. لو جيت وقلت سامي الحسني اللي هو موجود في القائمة وسعيد عبيد، يكسب يقول سعيد عبيد. فهذه أسماء كلها خارج الـ نتمنى إحنا إنه هناك في مجال أوسع والمدرب على أساس يتابع اللاعبين هذيلي، لأن فعلا سعيد عبيد أثبت يعني إمكانياته كلاعب، فيستاهل إن تكون فرصة. البول لوغوين يعني خذوا فرصة ولكن شفنا إحنا إيش العمل فيه. فهذا اللاعب يجب إنه يحتوى ويجب إنه يكون المساندة، مشروع لاعب جيد. إنما بقية الخيارات أنا في وجهة نظري يعني هو لا غبار إنك تختار حارب السعدي لاعب مميز، خالد الهاجري لاعب مميز، عمر الفزاري لا يختلف عليه اثنين، برغم إنك أنت تتمنى إن حاتم الرشدي من ضمن الأسماء اللي تقدم عطاءات جيدة هذا الموسم، ولكن في أسماء يعني نتمنى إنه إن شاء الله في غادم الوقت إذا كان المدرب مستمر على هذا النهج إنه تكون لهم فرصة على أساس إنه تكون عند النظر واضح بالنسبة للاعبين. طيب أبو صقر مساء الخير. مساء النور أبو خالد، مساء الخير على الجميع. يعني بصراحة زملائي كل اللي بداخلي طرقوا إليه. طيب. بالفعل يمكن عندي يعني انا اولا احنا فعلا انا ضم صوتي انه ما نقدر نلقي اللائم الان على المدرب. انا ما اتصور المدرب صارت له فرصه كافيه انه يتعرف على اللاعبين ابتداء من يوم غد، ربما شاهدهم في هذه المباريات القليله من خلال تواجده جولتين يمكن شاهد. اي نعم كم لاعب، اما أنا يعني مو هو انا يعني مش اختيار النهائي، مو اختيار طبعا، بس هو طبعا يتعرف عليهم يتعرف عليهم بكره بالمعسكر. لكن مثل ما قالوا زملائي وقارن الآن الكابتن هلال، وفعلا المقارنة واقعية جدا. هناك أيضا أسماء أخرى يعني خالد اليعقوبي مدافع فنجة تميز هذا الموسم ولو ابتعد بالفترة الأخيرة وعاد شفناه، لكن بالمباراة اللي ظهر بها كمدافع كان ممتاز. أحمد السيابي قبل أن يصاب لاعب مميز في نادي النصر والموسم الماضي معصور. داود لا اختلاف عليه طبعا حارس، يعني داود لعب مباراتين نعم مباراتين بس أظهر يعني مطر كان أيضا جيد مطر قبله بالفعل أبو خالد، يعني بناء على ما شاهدناه من يعني من مازن يعني في مباراة اليوم ومباريات سابقة.
طبعا العبد النوفلي ايضا من اللاعبين الجيدين اللي يعني مو فقط طرق تسجيل الاهداف، تواجده ويلعب اكثر من مركز، فايضا يعني اتمنى انه يمنح الفرصه. طبعا سعيد عباد لا اختلاف عليه، يمكن يوم سعيد عباد في اسماء كثيره هناك، في اسماء موجوده وتنتظر الفرصه العدد معين، ولكن هذه احنا كل تبغين كل المنتخب عدد معين بالفعل، احنا مو اي لاعب، لكن هذه وجهه نظر او متابعه، يعني احنا مو اي لاعب نقوله لازم هو يتم استدعاء المنتخب. سعيد عباد انا يمكن حتى اليوم شاهدت اضاع ضربه جزاء طبعا في مباراه فريق الخابوره، يمكن كان متاثر او ما اعرف يعني، شاهدت سعيد عباد يضيعوا لاعبين كثيرين طبعا. نعم يعني هو كلاعب اليوم حتى شاهدت انه اضاع بعض الفرص السهله، مو من عادته، ربما الله اعلم يعني متاثر بهذا القائمه ليش ما موجود اسمه. نبقى للاسماء الموجوده، يعني مثل ما ذكر سيف بالبدايه الغافري، يعني على محمد، هل هو محمد الحبسي ام محمد الحبسي؟ يعني هذا ايضا لان محمد تالق وتميز القائمه الرسميه محمد، هم من شابين وتوأم يعني شيل الميم بس فما يجوز حمد وجر حمد، لا هم اثنين مميزين بس حمد الابرز 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 يعني بواقعيه شديده. اسماء اخرى يعني كابتن عماد الحوسني، انا ما اريد يعني عماد الحوسني مهاجم اعتبره اسطوري، افضل مهاجم، ما من افضل المهاجمين اللي جوي في الخليج، ما حد ما يزايد على هذا الشيء، يعني هو مو اقل من جاسم يعقوب في الكويت ولا حسين سعيد في العراق ولا ماجد عبد الله في السعوديه، لكن عماد يعني مع جل تقديري الى لاعب خلوق، مهاجم كبير، صنع الفرحه والبسمه دخلها لكل بيت، يعني ليس فقط في سلطنه عمان، باهدافه بطرقه بتسجيله، لكن عماد الان يعني ما اعرف، انا اشوف انه انا اعتقد يعني اتمنى يعني انه عماد يتوج مجهوداته مع المنتخب هذا الموسم افضل ما يكون، لكن هو الان يعني اللاعب ايضا الاصابه يعني ابعدته فتره. ما دام يا هيثم، ما دام اللاعب بيلعب كره قدم وايضا له رغبه في الاستمراريه، يعني ما يمنعني انا استفيد من لاعبين عماد وجوده ضروري في وجهه نظري انا. نعم يعني عماد وجوده ضروري، يعني هو في النهايه هو ما زال يلعب كره قدم، يعني الفكره اللي يعني انا اعتقد انها ايضا اثرت على لاعبين سابقين كانوا موجودين في المنتخب. احنا لو تكلمنا عن يعني على سبيل المثال وليس الحصر، مثل فوز بشير، مثل احمد حديد، لاعبين كان عندهم عطاءات قادره على انهم ما زالوا انهم يلعبوا كره قدم، فما دام انه هذا اللاعب ما زال موجود وعنده رغبه يقبل، يعني ما يمنعني استفيد من امكانياتهم ومن خبرتهم، هذا قارب، هذا في النهايه يرجع الى الجهاز الفني هي كلها خيارات. انا اعتقد انه يعني انا بالنسبه لي كعماد او اللاعبين انا ما عندي مشكله، لانهم انا اعتقد انهم يعني اضافه وجودهم مهم، يعني نعم وجودهم مهم، لكن اللي اتمناه انه يعني المستوى اللي المعروف عنهم انهم ايضا يحافظوا عليه، هذا الجزئيه. ايضا سعيد الرزيقي من شاهدناه بالقائمه، يعني هو طب بعد خليت حد لا برز، يعني هو اذا عد اسماء كثيره بس لا مو اقول لك هذول يعني لازم يكونون بالمنتخب، في لاعبين مجرد متابع اكيد، ولا يمكن ان نتحدث، لان المدرب اكيد الرجل مو بعده ما شاف اللاعب، يعني اليوم حتى الظهير الايمن بالنسبه للظهير السويق خليل كحالي في وجهه نظر اللاعب جيد، ولكن هي تبقى هشام الشعيبي في العروبه لاعب كثير عطاءات جيده، اذا نتحدث عن الاسماء ولكن انت يعني محتاج انت محتاج في هذه المرحله محتاج تعمل توازن، ما ممكن هو يعني تستغني عن هذه عيب، وتخلي الباب مفتوح للمميز. ايوه ايش انا اعتبر يعني خلينا نقول هذه القائمه قائمه استفزازيه للاعبين الان اتمنى في الدوري، يعني الحين القائمه الاوليه الباب مفتوح ايوه على اساس انها تستفز اللاعبين على اساس العطاءات الاكثر داخل الملعب داخل الدوري من خلال انديتهم، بحيث انه يدركوا تماما ان اعين المدرب والجهاز الفني والاداري للمنتخب الان متوجهه على الدوري، سواء دوري عمان تل او دوري حتى الدرجه الاولى من خلال متابعه الجهاز يعني الفني. اليوم اخر شيء ابو خالد ما نقدر نتكلم على فايز، اليوم كل مباراه يظهر نفسه بصوره يوم كان عملاق فايز قيمه فنيه كبيره اخطبوط لان فايز يعني لديه
الإرادة والتصميم والطموح أنه يواصل. اليوم اليوم فايز هو فوز النصر، فايز فوز النصر. طيب طيب شكرا شباب، الخبر كان افضل. بالتوفيق ان شاء الله. هذا المعسكر او التجمع الداخلي للمنتخب من 5 الى 9 فبراير، نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب والبدايه تكون موفقه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب نرجع للمحور الرئيسي دورينا، و 18 جولة انتهت، العروبة في المقدمة ب 36 نقطة، 4 نقاط أمام فنجل الذي يأتي ثانيا هذه المرة ب 32 نقطة، السويق يرجع المركز الثالث ب 31 نقطة، يبقى ظفار في المركز الرابع ب 27 نقطة بعد خسارة اليوم أمام العروبة، ويبتعد الحقيقة كثيرا، يعني الآن هو بينه وبين العروبة 9 نقاط. هلال ابدا الحديث معك فيما يتعلق بهذه المباراه، العروبه يواصل المشوار الجميل بالنسبه له، يكسب يوقف ظفار ويكسبه في ملعبه وينفرد بالصداره باربع نقاط. ابو خالد طالما انه نبدا بهذه المباراه تعذرني وانا احب اوجه كلمه شكر تحديدا للشيخ سالم بارك بهوان بمبادرته بتكريم نيابه عن اعضاء مجلس اداره نادي العروبه للاعب ونجم منتخبنا السابق اللاعب محمد عامر، وهذه كانت لفته كثير جيده من اداره النادي متمثله في الشيخ سالم. هذا جانب. الجانب الثاني اذا تكلمنا عن المباراه ابو خالد، المباراه في وجهه نظري انه ما ارتقت للمستوى، يعني حتى الاقل من المتوسط كان كان مردودها. يعني اليوم المباراه احنا كنا متوقعين انه تكون فيها اثاره خاصه من جانب ظفار، ولكن للأسف يعني برغم أنه العروبة في غيابات خاصة في خط الظهر، يعني أكثر من ثلاث لاعبين تحديدا اللي هو سعود سويد وسعد سعد سويد وبالنسبة لأحمد سليم لاعبين، ولاحظنا أنه راشد الفارسي بعد سنة ونص اليوم أول مباراة يلعب، ولاحظنا محمد إبراهيم يلعب في قلب الدفاع مع عبد السلام، وهذه يعني ولد صغير يعني ما عنده الخبرة، وهو في الأصل لاعب ظهير ايمن، ولكن كانت ردة الفعل من لاعبين نادي ظفار يعني غير حاضره يعني. فللاسف يعني ما كانت المباراه ارتقت، ف يعني بغيابات المؤثره العروبي يكسب ظفار في مباراه متوسطه في وجهه نظري. فالف مبروك للعروبه، لان العروبه قدر ان يحصل الاهم من خلال هذه المباراه، لان اليوم هذا الموسم انا قبل حتى كنا تحت الهواء انا والكابتن سيف اقول له من المفارقات ان العروبه هذه السنه 18 نقطة أخذ العلامة الكاملة من أندية 18 هدف هذا من المفارقات يعني وهذا يحسب للجهاز الفني السابق الحالي للإدارة للاعبين، يحسب إنه أنت لأن كان التنافس شديد، ولكن نلاحظ إنه هناك الآن في تفوق وتفوق هذا يعني لافت للنظر. فألف مبروك للعروبة، أظفار عليه يعني مراجعتك. العروبة كسب 6 نقاط وقف. نعم بالضبط، يعني هو وقف، وهذه كلها مؤشرات تنصب في مصلحة الفريق. الظفار فوت الفرصة من خلال عطاء الغير جيد اليوم في المباراة، ردت فعل اللي ما كانت موجودة صراحة، فوت يعني تقدر تقول هذه المباراة اللي كان ممكن إني يرجع منها لصلب المنافسة، ولكن بتأخرها اليوم وهزيمته من هذه المباراة ابتعد بشكل كبير. فأنا أقول هارد لك الظفار وأقول مبروك للعروب، ما أطول فيها لأن المباراة ما كانت بذاك المستوى. نعم يعني العروب أخذ 3 نقاط وفعلا أنه هناك احنا لاحظنا في تميز أكثر من لاعب، ولكن فعلا العروبة النقطة اللي بغيت أضيفها فعلا أنه صراحة إذا كان من كلمة تميز المهاجم المنفرد الآن اللي هو كوني ديارة، هذا موسى ديارة موسى أيكوني لاعب كثير جيد، بالإضافة إلى اللاعب مهاجم العروبة عبد الواسع واللاعب الغرغستاني، يعني أجانب العروبة صراحة لاعبين مؤثرين عكس لاعبين خاصة المهاجم اللي في الوسط. بالنسبة لظفار ما لاحظنا من محترفين ظفار باستثناء اللي هو حمدي، يعني حمدي اللي هو قلبه على الفريق وهو شال حمل كبير في خط الظهر بالنسبة لظفار، ولكن المجموعة ما ساعدت. بس اليوم حمدي ارتكب أخطاء، كان ارتكب أخطاء لأنه الفريق ما في أصلا يعني الوسط مفتوح، يعني هو يريد يسوي شيء، ولكن للأسف المجموعة ما تساعد أي لاعب. اليوم ما لاحظنا هذه الروح اللي مفروض إنه يكون ظفار حاضر فيها في المباراة، ما لاحظنا أي ردة فعل
يعني من ظفار، يعني اول دقيقه ظفار كان المفروض انه يسجل، اول دقيقه بدايه المباراه عن طريق اللاعب اللي اول دقيقه اول 41 ثانيه بالضبط، يعني هذا في الدقيقه الاولى كره ديدير اللي هيئها الحضري بالضبط، من بعدها يعني اختفى، يعني ما لاحظنا يعني حتى في تنظيم لعب او ما شاب، ما في اي شيء صراحه كان يذكر. فانا اقول ظفار يعني خاصه اللاعبين عليهم انهم يراجعوا انفسهم، هم اليوم يلعبوا باسم ظفار وإذا كان هناك لا لحظه ابو صغر، اليوم يلعبوا باسم نادي ظفار صراحه مهما كانت الظروف، اللاعبين اول شيء يجب انهم يراجعوا انفسهم، هذا جانب. نفس الشيء حتى الاداره يجب انها نفس الشيء شوي، اللاعب المقصر او اي انسان مقصر يجب ان يكون عبد الواسع عمل كره جميله بالضبط، وحتى اللاعب يعني يعرف كيف يتعامل مع الكره هدف جميل وسجل هدف بلمسه جدا. انا اشوف ان العروبه في الدور الثاني صراحة توفقوا في الأجانب والاستقرار بدأ عندهم أكثر وفي وضوح. أنا اليوم فاجئني بصراحة عدم حضور جماهير، يعني أنا كنت أتمنى بهذه المدرجات اللي ساعتها قليلة وصغيرة أنه يكون جمهور ظفار بصورة أكبر، لأن المباراة كانت مهمة لو فايز الفريق وحصل 3 نقاط وحتى أيضا يكسر الخسارة اللي في الجولة السابقة، ولو هي الجولات كل يومين 3، يعني أنا ما أعتب على الحضري إذا ما ظهر صار بمباراتين، لأنه لاعبين مو آلة هاي دائما نرددها. ظفار ما كان سيء في بداية الشوط الأول، يعني بصراحة أضاع فرص مهمة مثل ما قلت هلال، كرة هذا اللاعب اليوم أضاع كثير، ديدير هذا فرصة مرة مرتين 3. أيضا اليوم يعني المشكلة اللي شاهدناها أنه يعني حتى وليد عنبر اللاعب اللي كان عنده اللمسة الأخيرة من اللاعبين اللي داخل الصندوق ينهي الأمور، وليد عنبر يعني ما أعرف ما ظهر اليوم. هناك محاولات احنا شاهدنا انفراد النادر عوض فيما بعد أيضا بدل ما يلعب الكرة يعرضها هو سددها على الحارس، فظفار حاول في شوط المباراة الأول، لكن العروبة يبدو أنه داخل المباراة يعرف ماذا يريد. المفارقة أنه مظفر اللي فاز على ظفار، يعني ظفار ما يعرف ايش يريد من المباراة، لا مو ما يعرف المشكلة الفرق، إذن يجب أن محاولتك تكون حتى نهاية المباراة الفرق بالأدوات يا أبو حمد. لا لنكون واقعيين، أنا أتفق معاك، ولكن يعني في جانب هناك فروقات جانب كبيرة، جانب مهم احنا لا لاحظنا ردة فعل احنا من البداية، لا لاحظنا هذيك الروح اللي فعلا في ربي، أنا دائما ما لاحظنا يعني هذاك التجهيز، دائما أقول حسين حضري إذا حضر يعني الأمور، حسين حضري يعني وهذه الإشكالية، إذا كنت بتعتمد على لا ما عرف ما أعطاك مؤشر إنه يعني يريد يرجع يعني المباراة أكثر، يريد يفوز، يريد ما أعطانا بصراحة. لا يعني والفريق أيضا يعاني ما زال من ثغرات بالتنظيم الدفاعي بالدفاع، يعني ما زال إنه أي كرة إذا فريق المنافس يضغط على دفاعات نادي ظفار أو على وسط الملعب تلاقيه يشكل خطورة مستمرة. إحنا شاهدنا اليوم نادي العروبة أرهق ظفار من الأطراف، يعني اليوم ظفار يمكن كان عنده بعض الحلول من العمق، لكن فريق العروبة عنده الأدوات الوسائل اللي تنجح عمل أي مدرب بصراحة، مثل ما ذكرته يعني المحترف اليمني عبد الواسع. ليش ما نجح المدرب السابق في المستوى؟ لاحظنا المستوى الآن مختلف للعروبة. لا مو هذه أول مباراة. لا مو الفهم. ما هو كان معهم 8 مباريات. اسمح لي. لا بس ليش ما ظهر؟ أول مباراة رجاء. فاروق له تأثير ولكن اليوم. كابتن أول مباراة. مش أي المدرب هو. لا اللي أنا ما بخل الآن مدرب. هو اللي يفرض اسمه. مدرب عنده خبرة. بس أول مباراة ما أقدر أقول لك. لا أنا ما أقول لك المدرب إنه هو من أول مباراة هو عمل الشيء لك. أنا قلت لك. كم مباراة على المستوى لك. لا بس أنت قلت المرة الماضية عن مدرب. إدريس مرابط. اي ادريس المرابط بناء على نتائجه، واليوم كان فريق افضل بكثير من المصنع، وحتى المدرب اللي جاي هذا عمل نتائج جيده مع نادي النصر. مظفر نعم مظفر يكسب العروبه، يكسب ظفار بستة ويخسر اليوم مع ظفار امام هاي المفارقه وايد في مفارقات المباراه. يعني عبد الواسع مثل ما قلت انت ادجار هذا اللاعب ممتاز، ليل ايضا، موسى كوني، يعني اسماء جميله شاهدناها. رغم طبعا راشد الفارسي احييه كثير راشد لانه بتعدي بعد عمليه وبعد عمليه الرجل، ورجع اليوم بمنتهى الروعه بصراحه، يعني انا صار لاعبين يلفتون انتباهي يبتعدون لفتره طويله ويرجعون بروعه. مظفر متوتر كثير يعني من خلال لما توتر فريق ما كان وضعي جيد، لا اكيد لانه يريد يفوز بالمباراه، يعني المباراه هذه يعني كانت مهمه جدا، ويلعب امام المتصدر وانت اهميتها ايضا
من تفوز على المتصدر هذا جانب ثاني تضرب عصفورين بحجر انه توقفه، لكن هذا ما تحقق الشيء لانه العروبه كان اكثر جاهزيه، رغم انه العروبه وصل يوم امس مثل ما عرفنا بالليلة. في ساعات متاخره، لكن الفريق الجاهزيه وصل متاخر. اي يعني لا هو متاخر يعني، لا بس لا في المباراه ظهر جاهزيه، لا ظهر لنا في المباراة يعني الأفضل. يقول لك أكثر جاهزي في المباراة رغم أنه كان واصل متأخر. يعني بالمباراة اليوم منه أفضل كان في شوط المباراة الثاني. يعني كان عطاء، يعني قصدك أنت العطاء يعني. يعني أنا شفته ما متأثر العروبة، واصل يوم أمس وهذه حتى لياقة اللاعبين جيدة، مردودهم بالملعب، فرص اللي ضيعوها. خسارة الظفار أبعدت يعني نقاط كثيرة كثيرة عن المتصدرين. تسع نقاط فرق بينه وبين العروبة. تسع نقاط. صحيح صحيح أبو خالد. يعني نحن ذكرت أمس بأنه يعني فرصة لنادي ظفار أنه يعني يقترب من المتصدر نادي العروبة، خاصة إذا ما أردت أنك يعني تقلص الفارق بينك وبين المتصدر، وإذا كانت الرغبة وأيضا الطموح موجود في الفريق للحصول على بطولة. اليوم قبل كل شيء أبارك النادي العروبة على الأداء الرائع بالنسبة لهم كفريق، والأهم أنهم حصلوا على 3 نقاط وعرقلوا ظفار اللي هو أحد المنافسين بالنسبة لهم. اليوم العروبة يعني أوقف ظفار عنده فريقين الآن، أنا أشوفه من وجهة نظري اللي هو فنجا والسلوك، لأنه أنت يعني خاصة أنك توقف المنافسين يعني هذا جانب مهم جداً بالنسبة لك كفريق تريد تكسب البطولة، وهذا اللي حصل اليوم. العروبة كان أكثر يعني تركيز، أكثر انضباط في أرضية الملعب. الشوط الأول كان يعني شاهدنا هناك في محاولات بالنسبة لنادي ظفار، ضيع فرصة من اللاعب ديدير اللي هو المعول عليه أنه يكون العامل فارق في الفريق، ولكن اللي ظهر انه بالعكس كان لاعب سلبي وما اظهر امكانيات. وبهذا مستوى الاجانب اللي ظهر عليه فريق نادي ظفار اعتقد انه مؤشر واضح بانه الفريق يعني بيحصل صعوبه للوصول الى 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 الطموح اللي هو يريده، لانه الامكانيات اللي موجوده في اللاعبين. ايش مشكله ظفار طيب في المباراه اليوم؟ اليوم اعتقد انه يعني من التشكيل نفسه انا استغرب يعني من الجهاز الفني اليوم يعني من تشكيل الفريق، انك يعني تشاهد نادر عوض يلعب كظهير ايسر، هذا مؤشر بانه مشكله عندك انت، مشكله فنيه، مشكله نقص لاعبين. اليوم نادر حتى لو انه لاعب جيد ومدافع، ولكن نادر ما يلعب ظهير ايسر، هناك في محمد ربيع، هناك ايضا في باسم، ممكن باسم مصاب او انه مستواه يعني في الفترة الأخيرة يعني غير جيد، ولكن عندك أنت يعني كبديل محمد ربيع. في الجانب الآخر أنت يعني التشكيل نفسه يعطيك مؤشر بأنه الفريق في عنده إشكالية حتى في وسط الملعب. وسط الملعب اللي هو يعني عامر شاطري لاعب حماسي ولاعب قتالي، ولكن معروف عن عامر أنه لاعب ظهير أيمن. في جوانب فنية في الفريق مؤشرات ما تساعد، حتى لو انت يعني اللاعب ممكن انه يلعب في اي مكان في الملعب وفي اي مركز، ولكن هذا ايضا ما يعطيك اطمئنان. اي بس احنا ما شاهدنا يعني المتابع ما شاهد ظفار انه يريد يكسب، يعني بالروح انه يريد يكسب وانه يريد يضغط وانه رده فعل قويه. نعم رده الفعل يعني ذكرت الشوط رغم انه رجع للتعادل طبعا. نعم الشوط الاول يعني كان جيد بالنسبه لهم، يعني قدروا انهم يعادلوا العروبه، وهذا يعني شيء جيد. ولكن في الشوط الثاني شوط يعني بداية الشوط الثاني العروبة كان هو الأفضل. أنا ما شفت رياض سميت في أول 10 دقائق، اللعب كله في ملعب نادي ظفار والهجمات كلها لصالح نادي العروبة. ردة الفعل بالنسبة للاعبين كانت ضعيفة جدا، ما تحس إنه اللاعبين يريدوا يكسبوا اللقاء، يعني لأنه هناك في جوانب فنية موجودة في أرضية الملعب. أيضا الرغبة الحقيقية في أنه الفريق يكون فريق متماسك في الملعب هذا ما موجود، ما كان موجود. هذا أيضا أثر على على الفريق. عموما العروبة استاهل 3 نقاط وكسب، والآن يعني بعد الفارق. أنا اللي أستغربه من اللاعبين الأجانب، لاعبين الأجانب يعني لاعب جدير، لاعب متواضع جدا، يعني ما يستاهل جابوه من المرباط. نعم ما يستاهل انه يلعب كاساسي مع نادي ظفار، ما يستاهل. اللاعب اللي في وسط الملعب ايضا اللي هو كوانت مامادو
لاعب بيركض بدون تركيز ويركض وراء الكرة، يعني ما في ركود، لاعب خبرة، لاعب أجنبي ممكن يضيف للاعب. أنا أشوف أنه هذا الاختيار هذا يتحمله الجهاز الإداري والفني، أني أنا كيف أختار لاعب يعني ما يعمل شيء بالنسبة للفريق. أنت تحركات اللاعب يبين لك، يعني أنا أستغرب، يعني مع كل احترام للإخوان الكابتن فوزي والكابتن فرقل، يعني هم ناس سنيين ويعرفوا إمكانية اللاعب وأيضا القدرات اللي موجودة لدى اللاعب، وأيضا الكابتن مظفر جبار لاعب ما يعمل لك شيء، أنا كيف ألعبه أساسي؟ أنا إذا بهذه الطريقة أفضل إني أطلع لاعب من الأولمبي، لاعب مهاجم وعطيه الثقة يلعب، أفضل من اللاعبين اللي موجودين الأجانب. يعني هذه مشكلة. هو دخل سعيد مؤمن، سعيد يعني مؤمن كلاعب شاب. نعم أنا أتكلم عن اللاعبين الأجانب بصقر. نعم. لأنهم ما خدموا الفريق، ما خدموا الفريق، بالعكس أنا في أتمنى أنه أيضا كان دخول هاني الضابط أفضل بكثير من اللاعب اللي هو هذا ديدير، اللي تحركاته بطيئة، لاعب ما يعرف يتمركز صح، لاعب يعني حتى لو هو والمرمى ما يسجل لك، يعني هناك في يعني النظرة الفنية هذه يتحملها الجهاز الفني والإداري، الإخوان الفنيين. نشوف هذه فرصة ما نادر عوض. يجب أن نعرف أنه هذا اللاعب يفيدني ولا لا، هذا اللاعبين يعني ما يفيدوا الفريق. الفار راحت عليه ولا لا؟ أنا أشوف أنه بالنسبة هناك مؤشرات أبو خالد، ظهار إلى الآن في المركز الرابع عنده 27 نقطة كمستوى وكنتائج الفريق ما بيحصل بطولة كمستوى نتائج، لكن ما زال أنه في المركز الرابع الأمل موجود، وفي كرة القدم ما في مستوى، لكن أنا أتكلم الآن بواقع بالشكل اللي شفناه، بالشكل بالمستوى والنتائج ظهار بعيد عن البطولة. العروبة العروبة طبعا أنا ذكرت لك بأن العروبة اليوم وقف أحد منافسيه، وهذا مؤشر جيد بالنسبة للفريق اللي يريد يحصل بطولة. اليوم ظهار ثاني أضعف خط دفاع، هذا الضعف الدفاعي ما تحصل على بطولة، نكون واقعيين. بس هذا ضعف الدفاع ثاني، بس هذا ما يتحمل الجهاز الفني الحالي، هو من البداية الفريق دخل عليه أكبر عدد من الأهداف وعنده ضعف بحراسة المرمى وعنده بعدين استمر، يعني من البداية ظفار كم هدف قبل، يعني أنا ما تكلمت مع المدرب، لا أقصد يعني هذا مش مشكلة، هاي المشكلة من بداية الموسم، ما تكلمت من هذا الموسم، المشكلة من الإعداد، قبل ما يبدأ الموسم المنظومة الدفاعية ما تعدلت هي طبعا هي مشكلة من بداية الموسم. المؤشر الآن هي هنا أحصائية أنك أنت ثاني أضعف خط دفاع، صحيح خط دفاع، هذا المؤشر يعني مؤشر صعب للحصول على بطولة، نكون واقعيين في هذا الجانب. لو ما زال الظفار 27 بالمركز، لكن كمستوى ونتائج فريق هذا ما يحصل، ما يحيلك لكن كرة القدم ما فيها مستحيل، ما زال الأمل موجود، لكن الآن فرق 9 نقاط. في جانب آخر اليوم العروبة كسب ظفار، وسع الفارق، منافس، هذا أيضا مؤشر بأنه الفريق قادر على أنه اليوم العروبة الاختبار الرابع وهو الآن كسب 8 نقاط من 4 مباريات، اقوى مباريات يعني بيواجهها صور والنصر وفنجا واليوم ظفار، هذا مؤشر للعروبه انه يعني البطوله اقرب للبطوله عموما. يعني انا ايضا شاطر الراي بالنسبه للجماهير، الجماهير ايضا يجب انها يعني ما يعني تبتعد عن الفريق، ويجب انه يكون هناك جو بارد، جو بارد، الاجواء بارده، الجماعه كلهم موجودين هناك، انا اشوف انه الجماهير عليهم انهم يعني ايضا جانب يتحملوا ايضا جزء بان المفروض انهم يكونوا متواجدين بشكل مستمر في مباريات الفريق، لانه هذا مؤشر جيد للاعبين لتقديم مستويات جيده. طيب طلع العامل بالارقام اللي عندك، العروبه يكسب ويوقف ظفار 6 نقاط مباراه بصراحه، وهو مشى للامام ووقف ظفار ووسع الفارق، حتى فنجل اللي تقدم لكن هو وسع الفارق الان بينه ب4 نقاط. شوفوا خالد، احنا البارحه تكلمنا واعطينا المباراة يعني تقديم على اعتبار أول شيء الحضور الجماهيري والمساند من جانب ظفار، وفي نفس الوقت كنا نتوقع ردة فعل ظفار تكون أفضل بكثير يعني خلال المباراة اليوم، على اعتبار أنهم خسروا المباراة الأولى مع نادي صور في صور ويلعبوا مع المتصدر اللي هو العروبة، لكن من خلال مشاهدتنا المباراة للأسف شديد كانت مباراة يعني كأن نادي ظفار المباراة اليوم عادية عند اللاعبين، يعني هذا أنا وجهة نظري أقولها بكل صراحة، يعني كان مباراة عادية تماما، ما هذاك الفريق، ما هو الفريق ظفار، لكن دائما ظفار عندما
تكون ردة فعله تكون قوية دائما أبو خالد. الجمهور خلينا الجمهور نتحدث عنه وما حضر، لكن اللاعبين داخل الملعب يعني اللاعبين داخل الملعب يعني نعذر في إرهاق، لكن لا بعد في نفس الوقت واحد يقدر لابد أنه يكون يضحي يعني دائما الفريق اللي يريد أنه يوصل إلى منصة التتويج وينافس يعني لابد أنه يظهر اللاعب شيء من الرغبة ردة فعل يا أخي تشفع لك أيوة. ما في ردة فعل تشفع حقيقة يعني الشوط الأول الشوط الثاني إهدار مو إهدار فرص عسل ما يأتي الفرص على التهدار إلى رتم عادي يعني هذه يلعب هذه أيوة تفقد كرة بكل بساطة ما يعني كل لاعب يعني يبسال أنه يفقد الكرة وصعب أنه يروح يبحث عن الكرة يعني هذا ما أشوفه غريب الأرقام أبو خالد حقيقة نادي الفار منعطف وضع نفسه في موقف حقيقة لا يحسد عليه حد هو خلى نفسه في هذا الموقف يعني إحنا نتكلم عن تقريبا 18 جولة الآن الدور الثاني هذا الفوز الوحيد اللي كان فاز فيه مع صلالة تعادل مع الشباب وصحار وخسر في مباراتين متتاليتين 17 و18 مع صور والعروبة نتائج للأسف ما هي يعني المأمول من فريق خرج من الكاس يريد يواصل يعني يعوض في الدوري لا مستوى لا أداء لا رغبة يعني احنا وجدنا المباراة الماضية كان في رغبة وجدنا حتى يعني مثل ما تقول الآن كسر موجود مع حسين الحضري حسين الحضري ولد يعني لاعب من ضمن 11 لاعبين أو 11 لاعب داخل الملعب إذا يعني حسين يسجل ويتحرك ترى فريق ظفار كسب النقاط حسين عنده ظرف عنده كذا او اي او الفريق الثاني تعامل مع حسين بطريقه اخرى تحصل الفريق ما في بدلاء اخرين يعني حلول حلول ما في حلول ثانيه ما في حلول ثانيه للاسف الشديد فظفار ما زال يبحث عن نفسه وضع نفسه اليوم في موقف حقيقه كثير حرج يعني بينه وبين المتصدر 9 نقاط يعني احنا عندما نتكلم اليوم العروبه 36 ظفار عند 27 نقطه هذا ظفار بالنسبه للعروبه اقول بكل صراحه نبارك لهم هذا مواصلة التصدر مبارك لهم لو حتى مستوانا حقيقة اليوم ما هو المستوى اللي كان ظاهر في العروبة في بعض المباريات السابقة لكن العروبة خض أهم شيء في مباراة اليوم ثلاث نقاط ذهبية أنا أسميه ثلاث نقاط ذهبية وثلاث نقاط ذهبية أخرى أخذها من الجولة الماضية أمام النصر وبالتالي الآن العروبة يوصل 36 نقطة نبارك لفريق العروبة هذا المشوار شوف عندما نتكلم عن الظفار والمباراة الباقية يا أبو خالد عايز نعمل مقارنة بالأرقام والمباريات الجولة القادمة يلعب مع المصنعة وصحم والسويق ومسقط وفنجة والنصر والخابرة والنهضة هذا ظفار يعني عنده اللي متقدمين السويق الحين وفنجة والنصر فريق منافس تقليدي وفرق ثانية تبحث عن وضعها في الدوري في المقابل العروبة بقول الخابورة والمصنعة والنهضة والصحم والنصر عفوا والشباب والسويق وصحار ومسقط فبالتالي مباريات الخابورة عدى اللي معاه يعني لعب معهم خلاص ايه يعني لعب مع فنجة لعب مع ظفار ايوه مع النصر مع النصر العروبة وبالتالي يعني العروبة في الدور الثاني ابو خالد يعني كسب صلالة كسب النصر كسب ظفار تعادل مع فنجة تعادل مع صور يعني شوف الفرق ما خسر ما خسر فيهم يعني ما خسر مع فنجة ما خسر مع صور المنافس التقليدي له تعادل معه كسب صلالة اللي هو في 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 آخر الترتيب كسب النصر لأنه هو الملاحق كان للعروبة أو من أحد المنافسين في الدوري ظفار كان أحد الملاحقين كسب اليوم وبالتالي العروبة يحقق الأهم من خلال المباراة اليوم ويواصل التصدر مبروك للعروبة ظفار محتاج إلى دائما أنا أقول يعيد النظر الكلام كنت العام الماضي كنت قاعد أقوله في الموسم يعيد النظر أيوة ما زال نادي ظفار بصراحة لغز محير اللغز المحير في نادي ظفار في توفر هذه الإمكانيات أصبحت الرغبة اليوم بخالد أنا أقولها بكل أمانة ما هي الرغبة اللي كنا نشاهدها سابقا في نادي ظفار كنا نتكلم أنا وأبو سلطان قبل أن ندخل الاستوديو كنا نتابع المباراة في التلفزيون هنا يعني شوف برود تماما في مجموعة اللاعبين برود تماما يعني ما لك الرغبة والحماس الأول فهذه محتاجة إلى عمل إداري كابتن فوزي بشير حقا يعني أنا أقول محتاج أن نعول عليه لأنه من الشباب دائما
خبرته في الميدان كانت وما زالت واضحة أنه ينتشل الفريق من جانب المعنوي. اليوم التوتر بان واضح على الجهاز الفني من خلال اللقطات التي ظهر فيها الكابتن مظفر متوتر لأبعد الحدود. والله أنا كنت أتمنى يكونوا اللاعبين متوترين مثل ما كان مظفر متوتر. لاحظ يعني إحنا نشوف مدرب يعني معصب وكذا وفي المقابل تشوف اللاعب اللي هو ردة فعل عادية وصراحة في حاجة. يعني الشباب حاولوا الاتصال كلموا فوزي وبدر شيخ بدر رئيس النادي ما حد رد. يبدو أنهم مجتمعين يبدو أنهم يعني مشغولين العذر معهم. في كلامه يصلنا بين شوية شوية أنه ظفار يعني استغنى عن مظفر. ما نتأكد الموضوع احنا بغينا حد يدلينا عشان نتأكد. اكثر من رسالة واصلتنا في الموضوع بنحاول الشباب يتأكدوا من يعني طريقتنا. هذا دوري عجيب. أنا أقول يمكن لا هو دوري عجيب غريب. عجيب غريب أمور قضية. أي دوري هذا منو بقى أي مدرب بكرة المصنع كل المدربين تغيروا وطلعوا عطونا. لا 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 مش أكيد طبعا متداول إلى الآن بشكل يعني وسائل التواصل الاجتماعي نتأكد منه. وين بنروح شباب؟ طيب بعض التغريدات خبر الحين بفلوس بكرة بلاش. طيب ضبعوني والشباب هناك بيتأكد. عطونا الأسئلة اللي وصلت في تويتر للشباب الدكة عن الموضوعين اللي طرحناهم. أيمن لوهيبي كابتن هلال هل تتوقع العروبي يحافظ على الصدارة؟ ممكن بالمغومات وبالمردود اللي نشوف من العروبة صراحة والخيارات الموجودة في الفريق ممكن يروح بعيد. العروبة اليوم العروبة لا تنسى إنه العروبة يسجل إنه خلص يعني انتهى من فنجة انتهى من النصر انتهى من الظفار الآن اللي نفسه أو ممكن يدخل أو منصور يعني هو كمنافس هو اللي باقي قريب منه لما لعب يعني فهذه هي فهذه كلها غراءات في صالح الفريق. السؤال اللي بعده من علي الشحري سؤال يصير سلطان هل ترى ظفار يستحق التذبذب ما هو رأيك في سبب تراجع بهالشكل؟ هل يعني الكلمة الأخيرة بتجاوزها يستحق التذبذب؟ كيف يستحق التذبذب؟ الوضع اللي هو فيه طبعا. طيب هو وضعه يعني غير جيد كمستوى كمستوى فني متذبذب كنتائج احنا السبب ذكرنا اكثر من مرة. نعم انا اشوف رأيي بالنسبة لفريق نادي ظفار أنا أعتقد أنه الآن عليهم أنهم يعتمدوا على الشباب ويجهزوا فريق شاب واللي يصلح للنادي يبقى واللي ما يصلح. السلام عليكم. السلام عليكم. أعطونا سؤال آخر. طيب في أيمن الحكماني سؤال الأستاذ طلال شو رأيك في بعض قصات لاعبين مواطنين؟ ردينا على السؤال. هذه بصراحة أنا هذا الموضوع مهم جدا أبو خالد وأرجع مرة ثانية لموضوع اللي قبل موسمين والموسم اللي قبل الماضي عندما صدر اتحاد تعميم فأنا يعني شوية ما أكون قاسي على الرابطة لكن عندما تتخذ إجراءات لابد أنها تتابع. اليوم ظهرت سلوكيات حقيقة خاصة من القصات الشعر وما زالت وايد يعني ماخذ الجانب للأسف ما هو الجانب الـ يعني أنا قد يكون شاركني البعض وقد يختلف معي البعض. لا اليوم عندما يكونوا لاعبيننا يقلدوا الآخرين بهذه القصات ما أعتقد يضيف لك والله ما أضيف شكل للاعب شكل يميزك بالعكس يخليك يعني إيش أقول يا أخوان الله يخليكم ما له داعي بس. أعطونا سؤال غيره. طيب أحسن دي أبو فيصل الحارثي سؤال كابتن سيف هل صحيح كل لاعب يبرز في الدوري يصلح المنتخب؟ المنتخب يعتمد على القوة والتركيز العالي والتحمل المقارعة لاعبي آسيا هل صحيح كل لاعب مش كل لاعب يبرز في الدوري قصده ممكن يكون في المنتخب؟ هو المنطق ان اللي يبرز هنا يروح. نعم المفروض على اساس انك ايضا تعطيه يعني فرصه للاعب يعني هو هذا طموح يبرز هنا عشان يروح منتخب. طموح هذا ايضا يعني عامل مهم جدا لانه اللاعب يستمد طموحه وايضا اهدافه من الدوري الى المنتخب. هذا جانب مهم جدا. طيب قبل المباراة يمكن الكلام طرحه هلال فيما يتعلق بنادي العروبة احتفى بنجم الكرة العمانية السابق طبعا محمد عامر صورة تظهر على الشاشة بعد شوي في صرار طبعا العروبة موجود لما لعب مع ظفار فكرم محمد عامر نجم الكرة العمانية وأفضل لاعب في العالم في الناشئين كأس العالم 1995 في الإكوادور يستحق محمد بادرة طيبة شيخ سالم بهوان أبو حمد يعني سبورتمان
لا بس الرياضي قاصر لا يلعب بس معاهم في الفريق يا ابو حمد يا تسمعني. وطبعا عدد من المدعمين والاعضاء ايضا هو هذا هذا التكريم بتوجيه من والده الشيخ مبارك. نعم يعني الشيخ مبارك هو التوجيه يستاهل 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 محمد بصراحه لفته نقول نقولها عنها انسانيه راقيه جدا. عندما اليوم هؤلاء الشباب محتاجين الى تكريم ومحتاجين الى كلمه طيبه. عندما اليوم هذه اللفته الطيبه من الشيخ مبارك وابو حمد لاعب سجل اسمه باحرف حقيقه على مستوى العالم له الكابتن محمد عامر اليوم قد يكون الاجيال الان ذكر بين فتره وفتره الاجيال الاجيال الحاليه ما تعرف محمد عامر من لان محمد عامر اختفى عن يعني ابتعد عن الملاعب فتره طويله. لكن عندما الان يبحثوا من هو محمد عامر، محمد عامر من احد اللاعبين الذين تميزوا في كاس العالم في الاكوادور حقيقه تميز وحضر قرعه كاس العالم في ايطاليا في 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 فرنسا في فرنسا في فرنسا, فرنسا. فبالتالي يعني اليوم يذكرونا بالزمن الجميل لمحمد عامر ورفاقه. فشكرا للشيخ مبارك بهوان وشكرا لابو حمد ويستاهل محمد عامر وغيره حقيقه. نعم. يعني هاللفته الطيبه يستاهل افضل لاعب في العالم يستاهل. نعم. يعني كل الخير وايضا لفته طيبه من الشيخ سالم وايضا من اداره نادي العروبه على هذا التكريم الجميل اللي فعلا افرحنا. جانب انساني جانب انساني جميل جدا. طيب يستاهل محمد وما قصروا العرباويه. ضبعوني عيد الكلام من فضلك الله يخليك. اداره نادي الظفار مجتمعه او عدد منهم ما يريد يعني يريد يبدو انه يريدوا يستغنوا عن المظفر، لكن يبدو في شرط جزائي كبير بينهم الى الان ما وصلوا للحل. ممكن المظفر هو اللي يقدم استقالة ينتظره، لكن اذا ما قدم طبعا الشرط الجزائي كبير وبالتالي والاجتماع مستمر. طيب يا شباب انتم خلوكم على رؤية ليلى على المتابعه. طيب مشكورين مشكورين الشباب في الاعداد هناك والطاقم كله. يبدو أن في شرط جزائي يبدو طبعا مكلم أحد من الإدارة. فهل مظفر هو بيقدم استقالته أو هم ما يريدوا في شرط جزائي لهم كل خيارهم في النهاية بعد اللي صار والقائمة تطول والقائمة تطول. طيب بنروح إلى مباراة النصر والخابورة اللي النصر أيضا كسب فيها الخابور بهدف مقابل لا شيء وضع فيها الخابور ركلة الجزاء والنصر وصل إلى المركز الخامس اليوم ب 26 نقطة. الخابورة مستمر في مركز قبل الأخير 13 ب 15 نقطة في موقف لا يحسد عليه أيضا فريق الفهود. هلال والله تمنيتك تعطي هذه المباراة لأبو صقر. يعني ليش يعني؟ لأن النصر كسب بكريسو اليوم. ليش؟ الخابورة كان أفضل. أنا شفت المباراة كلها. طيب حول لك سؤال معليش. نعم الخابورة لا خلي عاد ما شاء العموم خلاص يتفضل بصغر. حسب ما حسب متابعتي مباراة الخابورة كان الفريق الأفضل، أضاع فرص كثيرة خصوصا في شوط المباراة الثاني. يعني كانت المباراة من طرف واحد رغم أنه هي أقيمت في ملعب النصر، بالإضافة إلى ركلة الجزاء اللي أضاعها سعيد عبيد. يعني طبعا نجم المباراة ما ضاعها سعيد عبيد، صدها فايز الرشيدي. بدي أقول لك أنا بعدي ما مكمل على طول. لا لا بداية البرنامج خارج لك. لا لا قبل بداية البرنامج إيش قلت أول ما بدينا؟ ما أدري ما أذكر شيء أنا قبل بداية البرنامج. لا لازم تتكلم. لا قبل بداية البرنامج أبو حمد كلنا شباب شو متذكر يا أخوي. قلت فايز الرشيدي يقود النصر للفوز عملاق الجولة، وحتى على قائمة المنتخب قلت فايز يعني كسب كبير. فنجم المباراة اليوم هو فايز. طبعا فايز الرشيدي هذا مو أنا أقول، أي واحد تابع المباراة لا غبار على هذا الشيء. لكن كأداء فني كلاعبين يعني أول مرة نشوف. أنا ما أعرف يعني هو استقال مدربهم مصطفى ما نتأكد الموضوع هم نفعوا على الحساب الرسمي في تويتر. أفضل مباراة لعبها الخابورة تحت قيادة هذا المدرب بصراحة. اليوم يمكن سعيد عبيد ما اعرف يعني هذا شيء يعني انا اخمن انه يعني كان متاثر بعدم وضع اسمه في قائمه المنتخب. يعني الله اعلم هل هو صحيح. اتمنى انه ما يتاثر لانه هو لاعب مميز لانه وضع صراحة. فرص محققه كثيره حقيقه في المباراه. ايضا اليوم اسماعيل العجمي يعني كان عنده كره لعبها من حاله ثابته تعملق فايز الرشيدي في التصدي لها يعني في الدقيقه 52. يعني اليوم فايز فعلا كان هو قاد فريق للفوز.
طبعا بالمقابل انه فريق نادي النصر يعني تفاجأت ببعض الاسماء يعني اللي ما ظهرت بمستواها، رغم انه هم في كل مباراة فريق يضم عناصر واسماء كبيرة حقيقة. سعيد الضبعوني هذا الموسم ما مقنع بصراحة، يعني انا الموسم الماضي طالبت بي ان يستدعى للمنتخب مع المصنعة، هذا الموسم ما قدم شيء لحتى الان مع النصر. افضل اللاعبين من وجهة نظري كان اليوم عبد الله نوح بتشكيلة نادي النصر بعد فايز الرشيدي اللي هو نجم المباراة. كوفي ميشاك طبعا اليوم الشيء الايجابي هي الكرة اللي جته فيما بعد، ومن ثم يعني تعامل معاها بصورة جيدة وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة في شوط المباراة الأول. احنا ما نحكم طبعا، دائما نقول على التغيير في الجهاز الفني مع أول مباراة، المباراة القادمة سنشاهد ونتابع أداء. أنا أتمنى طبعا، يعني أنا ما أريد تعطي فكرة يا هلال أنت لا 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 أو أي شخص أنه أنا ضد هذا المدرب كريسو، بالعكس الرجل لا أعرفه ولا يعرفني ولا سامع عني ولا سامع عنه. طيب اللي سامع عنه إنه سامع عنه. أنا سامع عنه، سامع عنه. أنا سامع عنه إنه لا بس هو أول مباراة فاز الفريق. أنا سامع عنه، هو أنا بتابع إنه ما نجح مع الفرق اللي عمل بها في عمان، أما خارج عمان إحنا نعرف درب عروبة أول مباراة فاز أو وهو أول مباراة في النصر وفاز فاز. أيوة ودرب صور فاز درب صور فاز مع العروبة في مرحلة الإعلام تعبنا عنه مع مجيس ما نجح، ومع صلالة في المركز الأخير، و لكن اتمنى ان الرجل ان يتوفق. انا 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 اتفق معك ابو صقر في كثير من الاشياء، لكن اليوم بصراحه انت شاهدت المباراه. لا شاهدت المباراه، انا لا انا اشجع الخابوره ولا اشجع لا 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 بس شاهدت المباراه. احنا نقول راينا ونقول بكل وضوح وبكل صراحه بس ومش مسؤولين كيف الواحد يفهمه. نعم مبروك يعني هذا مبروك مبروك لنادي النصر، فوز جدا مهم في هذه الفتره، يعني ثلاث نقاط مهمه. هارد لك للخابوره، اول مره اشوف الخابوره يقدم اداء، يعني شاهدت الخابوره في المباراه السابقه ما قدم المستوى الخابوره مستوى جيد، هذه المباراه ظهر بصوره مغايره افضل عن جولات سابقه. يعني كان هناك ايضا التفاف من اداره الفريق قبل المباراه مع السويق، كان مستواه افضل من الخابوره عن مباراه اليوم امام السويق. اليوم الخابوره كان جيد بس اليوم صح. افضل من الجولتين اللي فاتوا بالنسبه للخابوره اليوم، يعني تحصل للفريق فريقين كانوا الافضل وخسروا، الخابوره افضل نعم من عنده خسر. عنده الرغبه وصور تعادل مع المصنع وكان هو الافضل. فعلى العموم مبروك للنصر، هو اخذ المهم من الأهم اليوم من المباراه وعدل من مركزه، فايز فعلا يعني عامل مهم في ترجيح كفه النصر اليوم بالمستوى اللي قدمه صراحه، وبضربه الجزاء اللي صدها واكثر من اسماعيل العجمي كان له ضربه. نعم بس الخابوره تحديدا في الشوط الثاني فعلا انه كان فريق لاحظت بشكل مغاير عن الجولتين. شوف هذه ايضا التصدي بفدائيه، هارد لك للخابوره والف مبروك للنصر. طيب سيف سلطان لك تعليق على المباراه. النصر وصل خامس الان 26، الصحاري يتراجع وصل الان المركز السادس ب 25 نقطة هو رصيده. هو شوف الخابوري يبقى في المركز الأخير في وضع صعب قبل هو الأخير. هو الأهم الآن في هذه الفترة وفي هذه الوضعية الصعبة بالنسبة للخابوري، الأهم الثلاث نقاط. يعني الأداء هذا يعني ما يوصلك بعيد. يعني اليوم الخابوري أعتقد أنه يعني كأداء أنا أتفق مع الإخوان بأنه أداؤه كان جيد في المباراة، ولكن كنتيجة اليوم الخابوري وضع نفسه في وضع جدا صعب. وهذه الوضعيه الصعبه انا اعتقد انه نحن ذكرنا، ما اريد اني اكرر الكلام اللي ذكرناه في السابق، هناك عوامل اثرت على الفريق، اللاعبين يمتلكوا الامكانيات، يمتلكوا المسؤوليه، الرغبه، يعني والدليل على ذلك اليوم يعني في المباراه شاهدنا اللاعبين يلعبوا بحماس وبيروح وبيغير على الفريق، لكن العوامل اللي اثرت على هذا الجانب المهم بالنسبه للفريق هو عمليه الاستقرار. اليوم يعني الفريق من مدرب الى اخر، من تشكيل الى اخر، من يعني وضعيه يعني غير مستقره بالنسبه لهم، هذه النتائج. ممكن انك يعني تنجح في مباراه، تنجح في مباراتين، الاخر ممكن ما يكون في مستواه، انك ابو سلطان الان كل الفرق ما مستقره فنيا. لا انا بتكلم انا بتكلم يعني من هذه الناحيه انا معك في هذا الجانب، لكن الان انا بتكلم عن وضعيه الخابوره الان قبل الاخير.
واليوم مسقط يعني في تحسن او حتى لو انه في المركز الثاني عشر، لكن يعني هناك في 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 عمل واضح من قبل مجلس الاداره ومن قبل ايضا الجهاز الفني في انه يبعد الفريق. ولكن الخابوره وضعيته صعبه، انا اعتقد انه يعني الان الاهم انه يكسب ثلاث نقاط. في الجانب الاخر بالنسبه للنصر، انا اعتقد انه اليوم يعني اخذ الاهم هو الثلاث نقاط. صحيح انه يعني الاداء يحتاج الى كريسو يحتاج انه يعدل في 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 الفريق في امور فنيه كثيره، حتى في التشكيل يعني في التشكيل ايضا يحتاج انه ايضا يقف على التشكيله المناسبه بالنسبه للفريق في المباريات القادمه. عنده فرصه الان اربع ايام او خمس ايام، عنده فرصه كافيه بانه يكون اهدى. و وانا اشوف انه ايضا احمد سيابي مؤثر لاعب غيابه طبعا، اتمنى له الشفاء ان شاء الله والسلامه. هو ايش عنده احمد سيابي؟ طيب والله في يعني مره يعني اجرى جراحه معقول. طيب سعد الشيخ فهد الحوسني رئيس نادي الخابوره معنا عبر الهاتف. صباح الخير سعد الشيخ. صباح الخير اخي العزيز، حياك الله، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. الاخوه الموجودين معك حياك الله. يعني خلينا نبدا من الاخير، في كلام متداول عن المدرب وتقديم يعني اعتذاره، حساب النادي في تويتر ينفي الموضوع، ارجو ان نضع يعني المشاهد مع حقيقه الامر هذا ساعتك. لا لا خميس، هذا الخبر غير صحيح، والمدرب ما قدم استقالته ولا احنا عقلنا ابدا نهائيا يعني. هو يبدو انه باقي مع الفريق. يبدو انه كان في همس من المدرب في المؤتمر الصحفي انه بيروح او شيء تكلم في الموضوع. لا اخي العزيز هذا ما حصل، واحنا انا اكد لكم الحين كرئيس نادي المدرب باقي مع الفريق لحد الان وما قدم استقالته لحد لساعتي كذا، ما قدم استقالته ولا احنا اقلنا. طيب جميل. يعني طيب ايش يحصل في الخبر سعد الشيخ؟ يعني فريق جميل في الموسم الماضي، هالمره كثير تغيير مدربين. انا عارف بالنسبه للامر المالي هذا في كل الانديه، وانتم في اخر يومين او امس يعني اعطيتوا مستحقات للاعبين، يمكن الباقي اشياء بسيطه، لكن هل الوضع المالي اثر؟ هل التغييرات هذه اثرت؟ هل ما توفقتوا في المدربين للفريق؟ شوف الاخ خميس، اللاعبين هم اللاعبين الموسم الماضي هم في في في, في فريق الخابوره، طلعوا بس لاعبين اثنين من معانا من الخابوره من الموسم الماضي. الفريق الاخ خميس يؤدي، لكن احنا ما نريد اداء، نريد نتائج نتيجه. صحيح، يعني الاداء هنخلي في جهه، حتى لو الفريق ما يؤدي ونتيجة موجوده احنا راضين عن الفريق، لكن الفريق يؤدي وسوء الطالع هو اللي معارض الخابوره وعدم التهديد. من ناحيه المدربين احنا تعاقدنا مع المدرب الكابتن ياسين، وهو حصل على ظروف والدته مريضه وقدم استقالته يعني، وخلانا في موضوع يعني وضع حرج جدا يعني. ثم تعاقدنا مع الكابتن الكلال، رشحوا احد الاخوه وشفنا انه ما بيمشي الفريق، تعاقدنا مع الكابتن مصطفى مدرب قدير، مدرب يعني بمعنى يعني له كل احترام وتقدير، بعد الخساره جهده مع الفريق. احنا بس مثل ما قلت لك سوء الطالع فقط، اما الفريق يؤدي، ادينا مع امام الاخوان في السويس، ايضا ادينا مباراتنا مع تنجا، واليوم الشباب ادوا يعني، لكن احنا ما نريد الاداء، نريد النتيجه. طيب هذه النتيجه كيف ممكن تجي الان كاداره فريق وانت على راس الجهاز الاداري كرئيس النادي؟ ايش المطلوب؟ ان شاء الله الخابوره الخميس باقي في دوري عمان، لن يخبط نهائيا. طيب هذا تصريح دائما يعني نابع من ثقه في النهايه بالتاكيد. احنا متكاتفين، احنا واللاعبين والجهاز الفني والداعمين للنادي وابناء الخابوره، والفريق باقي باذن الله تعالى. عملتوا جلسه للاعبين وتكريم او حتى دفع رواتب في اليومين اللي راحوا هذه؟ هو الحمد لله رب العالمين، امور بسيطه باقيه، وابناء الخابوره المخلصين واقفين معانا، وانا اكد لك انه لاعبين الخابوره عندهم الرغبه الاكيده بانهم يقدموا مستوى رائع في المباريات القادمه، وكلموني بانفسهم انهم لن يهبطوا. الفريق لن يهبط، نادي الخابوره لن يهبط من دوري عمان. كان لك كلام ما يتعلق بالمستحقات اللي متاخره لكم كانديه مع الاتحاد، وهي مؤثره ايضا يعني على الامور الماليه في النادي في الخابوره. لا خميس، انا ما لبسنا بالخابوره، جميع الانديه احنا في السلطنه نريد نطبق او طبقنا نظام الاحتراف. ولكن هناك اراقيل تواجه الانديه. الاتحاد بقى يتفرج على الانديه
من ضغوطات، انا اقول بامانه ضغوطات من قبل الانديه على الاتحاد ومن ثم دفع المستحقات الانديه. كان جميع الانديه بتقاطع الدوري ولن تلعب دوري يعني الدور الثاني، لكن الحمد لله الحين الاتحاد وقف مع الانديه والامور صارت في السليم. وانا اتمنى انه لما نريد نطبق دوري المحترفين لابد يكون ايضا وقوف مع الانديه، لان اداره الانديه لما جاء مثلا اجت اداره الانديه ما جاء بس انه يريد يدفع مال، لا هو يقدم خدمه لولايته لناديه. المفروض اذا طبقنا الاحتراف نطبق امور اخرى. ايضا وزاره الشؤون الرياضيه ربنا بتدخل في امر ثاني. وزاره الشؤون الرياضيه هناك مكرمه من المقام الثاني الله يحفظه ويرعاه للانديه، مليون ريال عماني. الحين الوزاره تريد تعمل مشاريع بنيه تحتيه مثلا صاله ومدرجات. انا مثلا في نادي الخابوره يا اخي ما اريد صاله ولا اريد مدرجات، اريد استثمار بهذا المليون شراء مثلا عقار للنادي اللي مردود للنادي. ما لازم فهد بن سلطان يكون رئيس النادي طبعا، يكون اي واحد من ابناء الخابوره. صحيح. بدل الوزارة ما تدفع 50,000 سنويا للنادي توقف هذا الدعم وتشتري بالمليون عقار دخله للنادي 20,000، إذا في زيادة يريد النادي هذا يتكفل بنفسه يعني. طيب لكن بهالطريقة وبهذا الأسلوب اللي إحنا مستخدمينه أقول بأمانة إنها الرياضة ما تطور في السلطنة. طيب والتحكيم دائما عليك عتب عليه استاذ الشيخ. لا لا انا اشوف بخبرك، انا الحكام اخواننا ما في شيء، هم بشر واذا في اخطاء كلهم معليش، واذا اطواب كلهم شكرا جزاكم الله خير. طيب الان نؤكد استاذ الشيخ رئيس نادي الخابوره المدرب باقي، ما قدم استقالته ولا تمت قبوله ومن عدم لان اصلا ما قدم ومستمر مع الفريق. وين نعم. هذا الكلام معك سعد، اقول الان رسميا ان المدرب لا زال باقي وما قدم استقالته مع النادي، هذا كلام غير صحيح المتداول. اي نعم اي نعم. والخابوره لن يهبط، هذا تصريحك يعني للمعروف ان شاء الله باذن الله تعالى لن يهبط بتكاتف الجميع. طيب اداره جهاز فني لاعبين داعمين ابناء الخابوره بصفه عامه. بالتوفيق ان شاء الله سعادتك، شكرا على وجودك معنا ومداخلتك ايضا، شكرا جزيلا. تسلم يا اخوي تسلم. حياك الله، شكرا جزيلا. طيب وفيصل الخبر هو طبعا الروح تبقى باقيه عندما نعرف لن يهبط على مستوى الكلام دائما. لكن الوضع خطير بالنسبه له ب 15 نقطه في المركز قبل الاخير. بدايه حقيقه يعني اول شيء انا احيي سعاده الشيخ الاخ فهد على هذه الروح العاليه جدا يعني والثقه الكبيره عندما يتحدث مسؤول عن النادي وعلى هرم النادي بهذه الثقه وبهذا الكلام، وهذا ما يؤكد على ان العمل ما زال مستمر والاحباط ما يعني ما وصل الى النفوس، لان بعض الاحيان ما باقي الا تقريبا 8 جولات وانت عندك يعني في الترتيب قبل الاخير، فبالتالي يعني الامر شويه قد يكون هناك في شيء من الياس، لكن هو اعلن الان واكد من خلال حديثه التحدي انه باقي. وعندما يتكلم سعاده الشيخ الاخ فهد الان على اعتبار نادي الخابوره عنده 15 نقطه، مسقط 17، 18 صور، 21 الشباب والنهضه، يعني ما زال الصراع المؤخره او الفرق التي في الاخير ما زالت يعني تتصارع من اجل البقاء. فالامل موجود. النتائج للاسف الخابوره هذا الموسم ما هي النتائج اللي كانت العام الماضي، بدءا يعني من الدور الاول يعني نادي الخابوره سجل كم حاله تعادل ابو خالد، يعني اكثر نسبه حاله تعادلات في الدور الاول، حالتين فوز فقط وثلاث شوف ثلاث خسائر، لكن تعادل تسعه هو عنده ايوه تسع حالات الحين تعادل. هذا الدور حتى الان ما حقق لا فوز يعني من دور ثاني. صفحه البيضاء حتى الان يعني ما حقق لا فوز، مجرد الجوله 14 بدايه مع صحن تعادل 0-0 وبعدين 15 خسر من السويق 1-0 و16 مسقط 2-0 ومن فنجه 3-1 واليوم من النصر 1-0. الشيء الجيد ونقولها شيء الجيد انه الفريق الخابوره، والان قبل شوي كانوا يتكلموا الاخوان والاخ ابو صقر ان فريق الخابوره برغم هزيمته اليوم مع النصر لكن كان اداءه الافضل،
كان الروح بس فيصل وضعيته الخابونه صعبه الان بالنسبه للفرق اللي هي صحيح. متاخره وللفرق حتى المتصدره يعني وبتنافس ترى الكلام انا بحصل على بطوله انا ما بهبط هذا لا يعني هو من حقهم لكن احنا بنشاهد الان يعني كمراكز وكايضا الوضع صعب الوضع بكل تاكيد نؤكد عليه ان الوضع ما في الامان صحيح وتحفه مخاطر كثيره يعني هو قبل الاخير ب 15 نقطه لكن عندما انت كرئيس النادي مع العطاءات الفريق من خلال المباراه اليوم يعني مباراه فنجي ما كان الشوط الاول ما كان مستوى اللي قدمه نادي الخابوره ما كان مستوى حقيقه جيد الشوط الثاني رجع الخابوره واليوم رجع يعني كان لو سجل سعيد عبيد هدف قد يكون تخرج المباراه بالتعادل مع النصر صحيح ايه لكن لو لا يعني اقول لك فرضيه يعني اتيحت فرصة التسجيل بنسبة 99% اللي هي ضربة جزاء أهدرها سعيد عبيد صدها بتألق فايز رشيدي وأنا مخص حقه لكن إحنا عندما نتكلم ما زال الرغبة والحماس موجود في الإدارة ومع اللاعبين يعني ما رفعوا الراية ما رفعوا راية الاستسلام راية الاستسلام الحين هذا شيء جيد مع صعوبة الموقف عندما الآن ما تكلم أنه والله مفروش الورود الآن للخابورة ولهذا لا أبدا النصر فريق حقيقة اليوم تقدم شوي شوي تقدم خطوة الدور الثاني ما خسر النصر لا خسر المباراة الماضية خسر المباراة الدور الثاني النصر خسر مباراتين المقارد مع مسقط ومع العروبة النصر تعادل مباراتين مع السويق ومع فنجة وفاز المباراة اليوم مع الخابورة نادي النصر اليوم كسب الأهم أنا أعتبره كسب الأهم على اعتبار اليوم هو وصل إلى النقطة 26 خلف نادي ظفار بنقطة وبالتالي يعني فارق بينه وبين المتصدر 10 نقاط يعني 10 نقاط ما يعني 3 مباريات فوز وتعادل يعني 4 مباريات 3 حالات فوز وتعادل وبالتالي النصر يعني عودت اليوم للفوز أمر كثير مهم وجود كريسو اليوم كأول مباراة بغض النظر أنه فاز الفريق وما فاز جانب معنوي جدا يعني سجل كريسو اليوم الفوز جانب معنوي أنه فاز أول مباراة على اعتبار يعني يعطي الثقة لنفسه وعطى الثقة للاعبين وعطى الثقة لإدارة نادي النصر يعني اليوم كبداية لكن المرحلة القادمة أنا اعتبرها مرحلة صعبة على كريسو وعلى لاعبين نادي النصر هذا المدرب اذا استمر مش هذا كريس اللي قبله طبعا مدرب الخابي اذا استمر المسؤوليه كبيره عليه بكل تاكيد والوضع صعب عليه لا بكل تاكيد ابو خالد اليوم يعني كابتن مصطفى يعني وضع ما سهل يعني هو اليوم 15 نقطه ويؤكد سعاده الشيخ الاخ فهد على اعتبار انه مستمر هذا شيء ما يؤكد على اعتبار انه الرغبه حاضره من الجهه من المدرب ومن مجلس الاداره مع اللاعبين للمرحله القادمه كرة القدم كل شيء فيها وارد يا أبو خالد ممكن كريسو يستمر بهذا الوضعية من خلال مباراة اليوم والله الله أعلم أبو خالد لأنه قد يكون يعني عامل تواجده في الدوري العماني يساعد هذا المدرب على قراءة كثير من الجوانب الفنية للفرق الأخرى وهذا عامل مهم جدا يعني بدل عن تجيب لك المدرب وافد ما عنده ذيك الفكره على الخبره على مستوى الانديه ومستوى اللاعبين والدوري قد يكون هذا عامل مهم جدا وعليه اذا اراد أن يعود هو هذا المدرب كريسو للدوري أو لعودة الثقة من خلال أنا أعتبره من بوابة نادي النصر أنا أقولها بكل صراحة لأن نادي النصر الآن عنده مجموعة من اللاعبين المتميزين حارس مرمى عملاق اللي هو فايز الرشيدي عنده أدوات تساعد مجلس إدارة قاعد يوفر كل الأدوات على أساس أنه يريد يحققون بطولة هذا الموسم وبالتالي الآن الكرة في ملعبه طيب شكرا بنروح للتغريدات على ما طرحنا حتى الان من خلال سير حلقه اليوم قبل ما ننتقل للمباراتين اللي لعبت ايضا يوم الخميس عبد الحميد الحسني عماد الحسني كيف تمكن لوبيز من مشاهده مستوى عماد وهو اكثر عن 3 مباريات ما لعب هو عاد ما هو اللي اختاره واضح طبعا هذه القائمة أحمد يقول هذه القائمة ليست لها علاقة بلوبيز من اختار الأسماء الجهاز الإداري المشرف على المنتخب في الفترة الماضية وسيتم إبعاد أسماء معروفة رقية البلوشة المستوى مازن الكاسب يؤهل لقائمة المنتخب هل يعقل مهاجم مثل قتالية سعيد عبيد أن لا يتواجد بالمنتخب وكذلك حاتم الرشدي طرحنا هذه التساؤلات كلها تغريدة الظفراوي للنخاع نعم لاعبين فنجة كلهم يستحقون يروحون المنتخب يا بدل ما افتكينا من شلولي هاي التغريدة لا ما نحب الناس أسلوب أفضل من كذا طبعا
حسين السعدي، ما هي الآلية اللي تمر أو تم عليها اختيار الأجهزة الفنية للمنتخب خصوصا مسمى مدير المنتخبات؟ هذا عاد عند الاتحاد. حمد نمشان الشكري، بعض العناصر الجديدة وليس لديها الخبرة الدولية والمنتخب في مرحلة مصيرية، ولا أدري ما هو سبب استدعاء عماد الحوسي. داود، مسألة تفاؤل القائمة فيها إضافات جيدة لكن فيها بعض المجاملات، معظمهم لم يقدموا في الدوري والبعض الآخر على دكة الاحتياط. تغريدة محمد الساعدي، 18 نقطة من أندية الظفار هذا الموسم، كبير المارد كبير وجدول الترتيب زاهي بلونك. وعلي الشحري، هيهات على أسماء أهملتها فئة لا تحمل دم ينبض بالغير على ظفار للأسف الشديد. على أسمن ولا إيش ما فهمت. عبد الله الفارسي، هذه عاداتك يا الأخضر، عشق لا ينتهي من الصغر أيام أبو رعد وموتومبو أبو عيسى والأبطال عرباوينا بطل. لهم كل التحية. جمال الجمعان، لعب العروبة بطريقة أو لعب العروبة بطريقة البطل، سيطر على المباراة وكان يلعب على ملعب لن يوقف العروبة سوى العروبة نفسها. عبد الله، أول مباراة للملك النصراوي مع المدرب البوسني كريسو حقق فيها الأهم وهي النقاط، ثلاث فوز مهم في وقته وإن شاء الله تتوالى الانتصارات. أنا أمس توقعت إن النصر يفوز. صحيح. الوحيد أنا اللي توقعته. الوحيد. أيوة. إيش قلت؟ ظفار خرج من المولد. زوال مشاهد جدية وندية من قبل اللاعبين، تخاذل واضح على مستوى فني وإدارة في سوات عميق والأندية الأخرى تبتعد. مسجل متوقع. أيوة صحيح. جمال كمشك، للأسف شكل الواسطة تنخر قائمة اللاعبين المختار المعسكر القادم، خاطري أعرف كيف يفكروا هذول الناس. طيب خفوا عليهم شيء بالتغريدات شباب. أحمد باعمر، للأسف شديد الزعيم خرج خارج المنافسة من عقر داره، نتمنى من اللاعبين ظفار إذا ما بيقدموا شيء في الملعب يتركوا التصاريح في التواصل الاجتماعي. أحمد يقول المشكلة في الخابورة إدارية بحتة، العمل العشوائي هو السائد، البداية كانت في إقالة الخشاب اللي هذا الموسم لهذا اليوم مع إقالة المدرب الحالي. المدرب الحالي نفى طبعا رئيس نادي أنه أقيل. صلاح الغيلاني، شكرا لقادة الوساط الكروي بالسلطنة أبطال مارد لتضحياتكم وفنونكم الكروية امتاع جماهيركم والعلم الدرع وصل قريات في الطريق للعروبة. طيب بناخذ الفاصل وبنرجع نتكلم على فنجان النهضة لمصنعة وصور قومنا.
طيب النهضة فنجة كسب النهضة بهدف مقابل لا شيء، هو صار الأقرب الآن للعروبة في المركز الثاني ب 32 نقطة. النهضة يبقى في المركز التاسع ب 21 نقطة. اختلف النهضة بصراحة في المباراة وقدم بشكل جميل كفريق، وحاول لولا هذا البصقر المهاجم اللي ضيع 100,000 فرصة كان النهضة فايز. يعني أقول لك متأكد مسجل والله يعني هذا والله حرام يعني لأول مرة أنا أريد أقول لك يعني هي هذه كرة القدم. يعني ذا اليوم تحدثنا عن مباراة النصر وخابورة، وأنا أمس توقعت النصر يفوز، وإذا تحدثنا عن مباراة المصنعة أيضا وصور. يعني اليوم كرة القدم ما أعرف شو أقول لك، كرة قدم مباراة فنجة والنهضة خلينا كم فرصة ضيع يعني النهضة أفضل بكثير، بس الأهم فنجة حققه في مشواره. طيب. نعطي في البداية كمنافس نعطي فنجة حقه، نعطي طبعا مبروك بالبداية الفنجة الثلاث نقاط الثمينة، وهاردك كبيرة للنهضة. يعني كان يبدو أنه أمين من حكم على الجهاز الفني خليفة أول مباراة إذا وهذه، فعموما الفرص كلها مسجلة طبعا، لكن العلامة البارزة والفارقة في هذه المباراة وكلكم أشرتوا إليها وحتى زملائنا في الاستوديو التحليلي هو موضوع مازن الكاسبي. يعني مازن حارس لعب كثير، احنا تحديدا كنا يعني مو ضد اي اسم اذا كان حارس مرمى او لاعب، لكن مازن اليوم الاخطاء اللي ارتكبها في المباراة يعني عليها علامة استفهام كبيرة، لانه باعتبار انه الرجل عنده صارت خبرة من خلال تواجده مع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وشارك في بطولات مهمة منها بطولة الخليج وبطولة غرب اسيا، فبالتالي المباراة هذه الأخطاء اليوم اللي شاهدناها غير مقبولة لحارس بخبرة مازن وبمستواه. واللقطة خصوصا اللي يعني ما أعرف أنا الآن ستعرض أكيد زميلنا المخرج أنه يعرضها محسن، هي الخروج الخاطئ واللي كاد أن يتسبب في إصابة زميلة باسل الرواحي في الدقيقة 21. يعني هذا كان يوصف لك حالة مازن في هذه المباراة، بالإضافة إلى الدقيقة 89 يعني قبل نهاية المباراة ما استطاع أن يحسم الكرة، ولولا محمد المسلمي اللي قام بدور المنقذ، وحتى محمد المسلمي طبعا يعني فعلا يقدم أفضل مواسمه يعني حقيقة يعني قائد بمعنى الكلمة. حييني محمد، يعني إحنا اللاعب اللي يجتهد ويثابر قائد قلب الأسد، مستوى ثابت هو محمد يعني احنا نعم نقول انه الحارس نصف الفريق مثل ما شاهدنا فايز الرشيدي، لكن هنا محمد المسلمي اظهر براعة اليوم في مباراة هذا اليوم ويحسب له، واستثمر خبرته الدولية مع زملائه. اما تقول لي الاسماء الاخرى ما اريد اكرر ايضا ما قيل اثناء المباراة، يعني من ضمنها محترف الموريتاني اللي تورط فيها نعم يعني كانت علامة. أما هم هذول يعني النهضة هذا المحترف يا أخي أنا من أجيب محترفين، يعني كل مرة نكرر أبو خالد وين اللجنة الفنية من اللي هذه الحالة خلاص أنت ضربت رأس خلاص أرجع خلنا نسكت يعني برغم إنه النهضة كان دائما كل موسم يتميز بالأسماء اللاعبين المحترفين، يعني هذا فرانك الكاميروني هذا عليه ما اعرف كاميروني هذا باللي عاره من نادي بهلا اعتقد الدرجه الاولى يعني يا اخي كارثه. يعني اليوم لو عندهم مهاجم النهضه بصراحه، بعدين هو اجرى تغييرات دفع بسعيد الرزيقي بدل سالم الشامسي، بس النهضه شكله غير اليوم يعني فعلا فريق جيد كان يعني يستحق الفوز بصراحه على الفرص والافضليه اللي في، لكن ما ترجمت كره القدم اريد نقاط ثلاثه ما يقولون بعدين انه الفرص كيف ضاعت النهضه كان افضل، لا منو فاز في المباراه هذا اللي يسجلوه طبعا يعني ما الاداء ننساه. والان سعادة الشيخ فهد قال يعني مع قال احنا بعدين نفس الكلام هذا، احنا ما نريد اداء، خليني نلعب اداء سيء نحصل النقاط الثلاثه طبعا يعني مع الخابر. فبالتالي اليوم الاسماء الموجوده يعني كلها اسماء، احنا ما علينا ايضا انه فنجة الان احنا كنا نقول سبعة لاعبين بالمنتخب، وبعض الاخوان يقول لك دائما تقول سبعة صاروا تسعة تسعة اللهم زيد وبارك، تسعة لاعبين يعني المفروض انه الفريق طبعا هو يمشي بالمسار الصحيح، ومثل ما ايضا جميع شخص هنا انه فنجة منافس كبير وقوي على كل البطولات، يعني لانه هو مستمر في كل البطولات اعتقد هو والنصر والكاس يعني الكأس الغالية وبطولة كأس مازدا وبطولة الدوري
وايضا عند المشاركه الخارجيه وتسع لاعبين هذا عبء ثقيل. لا البطوله الخارجيه ما بيشارك لا لا فنجه فنجه لكن النصر طبعا انا اقول لك فنجه خليجيه ما فنجه انا قلت لك فنجه والنصر على اعتبار ان النصر موجود في كاس الغاليه وفي كاس مازنه وفي بطوله الدوري يعني مو عنده امل انه صحيح. صحيح. لكن فنجه كسب النقاط الثلاثه طبعا هذا الاهم بكل تاكيد. المحترفين اليوم بالفريقين كلهم يعني بصراحة ما كانوا محترفين ما عملوا إضافة. إذا كان جاجا اللي مستواه جدا هبط هذا الموسم لأنه يعني ما صار يلعب أساسي جاجا وحتى من دخل يعني وإذا كان هذا المحترف الموريتاني يعني ما أعرف ليش جايبيه يمكن زميلنا أحمد البلوشي ذكر في الاستوديو التحليلي أنا تابعته أنه قال يعني إذا أنت تريد محترف يعمل الفارق أجيب في خطوط أخرى في خط الهجوم في اما بهذا المركز ظهير ايمن فاعتقد على اول محترف ظهير يعني ما اعرفه موريتاني فعموما النهضه مثل ما ذكرت انت قبلي انه هذا فرانك عليه علامه استفهام اليوم كل الاسماء الموجوده حتى سليمان ديمبا ولو طلع يعني اصيب في مباراه هذا اليوم لكن ظهروا بصوره جدا هزيله حقيقه ما عملوا الاضافه بالفريقين اليوم يعني لو كان الحظ رجلا لقتلته هاي بالنسبه للنهضه الحوار للجميع طبعا يلا عشان جميل هذا الحضور بكبار السن والجمهور فجاه متواصلين طبعا في هذا البرد هذا ما عندي شيء حد اي تعليق على المباراه يعني ابو خالد يعني هي المباراه عندك تعليق على المباراه أبدأ. هي المباراة يعني صراحة يعني ما كان فنج نقدم له طبعا المباركة والتهنية بفوز اليوم لأنه فعلا هو أخذ الهم اللي هي ثلاث نقاط ولكن فنج على أساس أنه يروح لأبعد ما كان مقنع في مباراة اليوم صراحة والفريق عاب شيء نفس الشيء النهضة برغم تميز اليوم في المباراة ولكن لا زالت التركة ثقيلة التركة ثقيلة في النهضة برغم تميزه اليوم وصراحة قدموا مباراة جيدة ولكن الترتيب ثقيل بس فنجا يعني تفاجأ بالمستوى الكبير اللي قدمه النهضة يعني أنا أتبع نحن لو يعني بالأمس يعني نعرف إنه النهضة في أسوأ حالاته يعني من الناحية الفنية ومن ناحية أيضا النتائج ومن ناحية أيضا شكل الفريق في الملعب في أسوأ حالاته اليوم اختلف تماما اليوم كان النهضة بشكل لا بس أنا على أساس إنه فنجا يعني ما كان بهذاك السوء هو حصل ثلاث نقاط لا ما كان الفريق اللي قدمه هو كان ترامب يعني ولكن اليوم اللي لفت انتباهنا التميز اللي ظهر عليه نادي النهضة كان متميز في أدائه متفقين انه النهضة افضل من في المقابل فنجا يعني شاهدنا الروح القتالية شاهدنا الاندفاع البدني العالي هناك في التنافس اللي ما بينهم ايضا امكانيات اللاعبين يعني لاعب مش, مش, مش هو مستوى صراحه لاعب انا قلت لك هناك في اسباب الاسباب اللي هي يعني النهضه والمستوى اللي قدمه يا ابو سلطان انت التكوم تتكلم الان عن فريق يمتلك كل المقومات مفروض يكون عنده يعني مستوى ما في فريق تسع لاعبين يعني في المنتخب عنده كل المقومات من حال اليوم ما كان سيء في المباراة ما كان سيء بس هناك في بعض القوارب النهضة كان الافضل اليوم في المباراة وهذا احنا هذا اللي قلناه انا قلت لك برغم انه ولكن العابي انه اهدار فرص بالنسبه مش لانه انا اقول لك لولا تميز اليوم خاص بالاسم محمد المسلمي مشكله وعدم التوفيق اللي في مهاجمين نادي النهضة هو النهضة يا ابو حمد النهضة كان الافضل في المباراة حصل فرص لو ما المهاجم المهاجم اللي عاروه من نادي بهلة يعني الله يعطيه العافية ما تفنن ما يعني بعد المباراة يقول اعتذر للزملاء قال أنا في الفرص هذا يعني المجهود اللي قدر يا أخي إيش المهاجمين واحد من بهلة والأخ من مرباط وهذه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله عندي يعني هذا الدرجة الأولى هداف الدرجة الأولى اليوم هو السبب في هذا يلعب مع المحترفين النهضة كان عبء عليهم مثل ما كان انت مو قلته يعني انت كفريق بتعتمد على المهاجم بس فقط اللي يسجل لك لا بس انا اريد لاعب لاعبين اليوم في لاعبين يجب ان الفريق تكون انا اريد مهاجم يخلص المباراة يعني لازم تكون هناك الحلول وسط الملعب كانوا سبعين على اهداف في عرضيات اليوم ما عملوا اي شيء
يعني انت مقتنع اليوم باداء كاميروني هذا الكاميروني اليوم هو ضيع اضاع فرص مهاجم اصلا كمردوده وكان عامل مجهود عمل مجهود كبير هو ديدير اليوم مقتنع به انا اقول لك عمل مجهود عمل اضاع فرص هذا لا خلاف فيه ولكن المجهود اللي عمله بعدين يرجع للمدرب اللي عملها كان المدرب هو يدخل لازم للملعب عمل مجهود صراحه انا بس بخاف على اساس اني يعني ما اطول في المباراه انا بالنسبه لي المباراه كانت جميله بين الفريقين ميز النهضة الأسلوب المختلف اللي ظهر عليه شاهدنا فريق مغاير عن المباريات اللي شاهدنا في المباريات السابقة هذا أيضا أثر على يعني أنا أشوف أنه الفنجة ما ظهر بهذاك المستوى هو النهضة ورغبتهم الكبيرة وقتاليتهم في أرضية يعني شاهدنا في قتالية ما بين الفريقين في التحامات كان والله أبو سلطان بعض المرات ما فهمت لك أبو سلطان بعض المرة أنت قبل يومين تقول السويق وصحار مباراة ما بجيدة إيه؟ واليوم النهضة وفنجة مباراة جيدة أنا شفتها جميلة اليوم المباراة كان لأنه فيها اندفاع بدني فيها قتالية في الملعب أيوة فيها جمل لأنك مدافع لا لا لا, لا, لا فيها جمل فيها جمل فيها جمل صحيح أنه فنجة ما ظهر بهذاك المستوى اللي ظهر عليه النهضة النهضة ضيع فرص في أمور فنية أنا بالنسبة لفتاتني اللي هي يعني على سبيل المثال ذكر الكابتن هلال محمد المسلمي اللي هذا ما شاء الله عليه يعني فعلا يستاهل يكون قائد المنتخب أيضا لأنه فعلا قائد مميز في خط مستوى الدفاع ثابت ومستوى ثابت ومتصاعد وأيضا يعني دائما توقيف يعني أخيرا أخيرا لا 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 خليفة لمحمد ربيع النوبي كيف؟ خليفة محمد ربيع هو لاعب هو أبو سلطان لا خليفة هو فرض وجوده صراحة. شوف فرض وجوده حتى على إدارة المنتخب بأخلاقه العالية نعم. غير عن مستواه حتى خارج الملعب محمد من اللاعبين قيادي قيادي إلى أبعد الحدود مهتم بنفسه مهتم بنفسه وعارف إيش اللي يريد وعارف إيش اللي يريد فنتمنى الاستقرار إن شاء الله والتميز ما يجي إلا إذا كنت أنت منضبط وكنت أنت جدي وعارف إيش اللي تريد لازم بيكون التميز هذا رغم إنه هو مو مركز الأصلي اي طبعا هو بس اول ما بس شيء جيد انك تلعب مركز مشى في المركز بس انك تلعب مركزين شيء جيد يعني همين عنده ايجابيات ليش ما ايجابيات ايجابيات صاحبنا بولوغوني الله يهديك انت بس طيب مبروك لفنجة كسب النهضة وراح للنقاط الثلاث ووصل هو الان في المركز الثاني ب 32 نقطة نروح للمباراة الرابعة اللي من خلالها كانت نتيجة التعادل الايجابي الوحيدة في هذه الجولة بين المصنعة وضيف نادي صور المباراة بالتعادل الإيجابي طبعا بهدف لكل فريق صور يبقى في المركز 11 هذه المرة بنقطة زيادة صار 18 لا يزال طبعا الوضع غير مطمئن المصنعة في المركز السابع غير شوية الجولة هو مع بداية الدور الثاني فاز خسر فاز خسر اليوم أول مرة يتعادل الكلام لك يا أبو فيصل والمباراة صار فيها الحقيقة بعض الأخطاء التحكيمية للأسف يعني روح أبو خالد مباراة المصنعة وصور يعني كنا نتوقع أن تكون ردة فعل صور أفضل على اعتبار أنه جاء من نتيجة إيجابية فوز على الأسبوع الماضي عندما فاز على ظفار يلعب مباراة اليوم مع المصنعة أساس أنه يحسن من المستوى هكذا يعني عندما شاهدنا المباراة شاهدنا فعلا نادي صور هو فريق لديه الرغبة إنه يعني ينتشل نفسه أو يظهر يعني في الموقع اللي هو اللي فيه نادي المصنعة خسر المباراة الماضية مع نادي صلالة نتيجة 0-2 دائما يعني مثل ما تفضلت أبو خالد نادي المصنعة حقيقة أمر محير هو في وضع كثير كان ممكن يعني يحسن يتقدم أكثر وأكثر أكثر وأكثر في الجدول وعنده عناصر حقيقة تؤهله لاعبين عندهم عناصر يعني عندهم القدرات وعنده ممكن يكون أفضل ما هو عليه لكن ما تعرف الظروف اللاعبين ما تعرف إيش اللي قاعد يحصل حقيقة لكن اليوم نتيجة بعد ما خسر المباراة الماضية يتعادل اليوم مع صور أنا أعتبره نقطة لونها يعني في ملعب المصنعة نقطة باعتبار أنها خاسر لكن نقطة مهمة جدا المصنعة صور اليوم أبو خالد ظهر تعرف عندما يتكلم أبو صقر عن المدرب
إدريس المرابط حقيقة يعني المدربين الجانب النفسي مهم جدا لبعض الفرق. اليوم شفت الرغبة الأكيدة والحماس في لاعبين نادي صغور ظهر من خلال سير المباراة. يعني حين تعرف كنا نطالع يعني ننتقل من مباراة لمباراة، لكن بصورة عامة نادي صغور اليوم حقيقة يعني كثير أقنعني، حتى أفضل شيء ما من خلال بعض هذا من مباراة الماضية، من رغم أنه فايز على الظفار لكن مباراة اليوم كان أفضل مباراة الماضية. نادي صغور أهدر ضربة جزاء يعني صدها الحارس مرمى نادي صنع على الشيادي، وبالتالي يعني والحكم لغى هدف صحيح، الحكم لغى هدف صحيح لنادي صغور، يعني هدف لا غبار عليه. وطيب وبعد لمسة يد كانت على لاعب المصنعة دقيقة 76 حسب ما شاهدناه كان يفترض ضربة جزاء لصور. بنشوف إذا الشباب دقيقة 76 مشكلة ما طلبتوها يا مباراة اليوم يعني عندي قطع المصنعة الآن وصل إلى نقطة 25 يتساوى مع نادي الصحار في عدد النقاط، لكن نادي الصحار يتفوق في الصور. هو اللي في الوضع الصعب، الصور ما زال يعاني 18 طبعا. اليوم مثل ما قال سعاد الشيخ فهد المستوى ما يشفع لك، اهم شيء ثلاث نقاط على اساس تحسن من مستواك. نادي الصور في المركز الحادي عشر ب 18 نقطه ما زال يعاني، لكن نادي صور في الدور الثاني ابو خالد غير، نقول غير بكل صراحه. يعني حقق الفوز على صحار في الجوله 14، تعادل مع الصلاله في الجوله 15، يتعادل مع العروف في الجوله 16، يفوز على الظفار في الجوله 17، اليوم يتعادل مع المصنعه، وبالتالي يعني نتائجه جيده برغم من لانه خسر استنزف نقاط في الدور الاول يعني. لكن من خلال الدور الثاني جيد. في المقابل نادي المصنعه في الدور الاول فاز على النهضه 14، في الدور الثاني عفوا وخسر من الشباب 1-0، في الجولة 16 يفوز على صحار 2-1، في الجولة 17 يخسر من صلالة، 18 اليوم يسجل حالة تعادل مع صور بهدف خالد الهاجري. خالد الهاجري من خلال المباريات الثلاثة اللي لعبها سجل 5 أهداف. الحين لعب بس ايه يعني بداية لعب سجل هدفين في مرمى النهضة، سجل هدفين في مرمى صحار، واليوم يسجل الهدف مصور. قد يكون وهذا مو قد يكون، انا اجزم يعني تعرف تاثير غياب الهداف دي سيلفا عن نادي المصنع اثر ابو خالد تاثير سلبي وايد، يعني ترك فراغ كبير لانه كان لاعب يسجل اكثر واحد كان يسجل يعني في خلال الجولات الماضيه هو كان سجل 9 أهداف يعني. فبالتالي الابتعاد او انتقاله من نادي المصنع الى دوري المملكه العربيه السعوديه بالتالي قد يكون هم يريدوا يستفيدوا من جانب المادي المادي وفي نفس الوقت يعني راعوا ظروف اللاعب، لانه اللاعب تعرف حاط له خط سير معين للاحتراف الخارجي. هاي ركله جزاء اللي ما الدقيقة 76 لا 66 هذه دقيقة 76 بالمناسبة هو الحكم خالد الشيدي والله ما أتذكر الحكم خالد الشيدي أعتقد لا هذه اللي ضاحها سعود لا الحكم حارس صدى طبعا الحكم خالد الشيدي عموما يعني أنا مسجل أنا أشوف أرصد الآن أنت مو ترصد عندك سجل بالنتائج والإحصائيات أنت إيش ترصد إيش ترصد في مباراة فنجة والنصر كان عنده أخطاء مؤثرة منها عدم احتساب ركلة جزاء للنصر في تلك المباراة اللي انتهت بالتعادل. اليوم هدف محقق ما احتسب وضربة جزاء لمسة يد في الدقيقة 76 يعني أنا أرجو بعدين الشباب شوفوا لنا 76 إذا ممكن أنا أرجو من والهدف المحقق اللي ألغي أو والهدف لقطة طيب الهدف. أرجو من لجنة التحكيم الأخ أحمد وخبير التحكيم الأخ البشتاوي انه يعني الحكم اللي يخطئ وعنده اخطاء مؤثره في المباراه تاثر على سير النتيجه يعني انه يكون هناك يعني يظهر انا اتمنى انه يظهر انه الحكم ايش هذا الخطا اذا هو الطاقم يعني المساعدين انه ايش هي النتائج اللي تظهر بالنسبه للحكام ما تظهر انت تعرف يا ابو صقر المتعلقه يعني بالحكام ما تظهر اعلاميا يعني بس الغاء الهدف الغاء الهدف الصور هذا يعني الغاء المساعد اللي رفعت السله ايش الحكم طاقم التحكيم يعني اذا هي ضربه جزاء واذا هي ضربه جزاء حكم الساحه ضربه جزاء حكم الساحه احسن شوفوا الهدف ولكن اللي لغى الهدف اللي هو المساعد انا قلت وطاقم التحكيم 76 اذا سمعت 76
فعموما اليوم يهدد ايضا عندي ملاحظه بس على السور اللي خسر بالتعادل صراحه طبعا بس هو كان يستحق الفوز. بس عندي ملاحظه على حمود السعدي، يعني حمود كان مهاجم مشاكس، الان مهاجم مسالم، يعني لاعب شاب انتقل من اكثر من نادي، قمه عطاء شاهدناه مع السوري. لا لا حمود مستواه نزل، ما اعرف شنو السبب، اريد اعرف، لازم نعرف احنا من لاعب يتراجع مستواه لازم، ولاعب شاب. نعم لاعب شاب في مقتبل العمر وبنيه جسمه وراح المنتخب ورجع. هذه الاشكاليه عند حمود، وحمود هو اللي عليه انه يراجع نفسه صراحه، بغض النظر عن اي، اذا كان هو عايب انه من كان في منتخب اساسي سواء منتخب ناشئين او اولمبي اساسي، الى انت ترضى انك في نادي تكون احتياط، هذه اذا مشكلتك انت كلاعب، واستدعي المنتخب يجب انك الأول. يكون عندك تحدي يعني مع نفسك على اساس انك ترجع المنتخب. حمود يمتلك امكانيات جدا كبيره، لاحظنا في الفار مواصفات الجسمانيه ما قدم ذاك المستوى، برغم انه كثير من الفرص على كثير من المدربين اللي اعطوه، ولكن ما قدم هذاك المستوى برغم انه هو يلعب في نادي كبير. الان نفس الشيء وقع هذا بدايه الموسم معصور، برغم انه هو يعني ما اعرف كيف كان توقيعه، هل بدون ما فكر او ما قدر اني يستمر هناك، ما اعرف ايش، بعد فتره انتقل الى المصنعه. الان عندك انت فرصه في المصنعه، عندك فرصه انك فريق يساعدك، فريق نعم يعني اللاعبين يساعدوه. خالد الهاجري تقريبا موسم ونص ما لعب مع الفريق، هو الحين لعب دور ثاني، لعب دور ثاني وشوف المستوى، والان وصل المنتخب. بس خالد عندما لعب انا اذكر انه اشدت به كثير قبل موسمين، اشدنا ورجع وابتعد ورجع الكل، ولكن اليوم في مباراه اليوم تحديدا، انا برجع لمباراه اليوم تحديدا، مباراه اليوم نفس الشيء، في نقطه تحسب للمدرب المصنعه اليوم، كثير من الاسماء موجوده، الاسماء الشاب موجوده في تشكيل نادي المصنعه، وهذا شيء جيد، ولكن اليوم النتيجة اللي انتهت عليها المباراة سببها المساعد وسعود خميس لاعب صور. صور اليوم كان مفروض يكون كاسب، بس يا ريت لو سعود ما تعامل مع ضربة الجزاء بذيك الجدية بشكل جزاء يا ابو حمد. لا لا انت لاحظ يعني في تنفيذ، انا ما اظلم يا اخي، ما يعني هو سبب سعود الفارسي، انا اقول لك هاي سببين، في هدف ملغي هدف صحيح واللغي من المساعد، ونفس الشيء سعود ضربة جزاء، زين هو يعني سعود يريد يضيع ضربة الجزاء، هو ما يريد يضيع، بس لازم انت لاحظ تنفيذ الضربة الجزاء، سعيد عبيد ضيع ضربة الجزاء، لا 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 لاحظ تنفيذ ضربة الجزاء يا ابو سعود الفارسي، من افضل اللاعبين اللي نفذوا ضربات جزاء، من كان ضربة جزاء لصور صدقا، هو سعود الفارسي صدقا، يعني انا جالس بالبيت ومعايا العائلة، قبل ما ينفذ الضربة قلنا يضيعها، تشرب شاي بعد ليش؟ والله العظيم قلنا يضيعها، ليش؟ لانه حركته أيوة. يعني احنا من ما اعطى هذيك الجديه اللي الكره يعني الاستمرار بالتعامل يعني رايح للكره المباراه الثانيه، انا ضب صوتي يعني لك هلال. يعني من مباراتين انك انت تكسب والتعادل خارج ارضك شيء جيد كمدرب، كمدرب كجهاز فني، مباراتين انك انت مستلمت الفريق كسبت في ارضك وتعادلت في هذه الوضعيه اللي انت في الفريق الان، جاوبني طلال العمري. هذا طبعا هذا وجهه نظري، هذا هدف صحيح للصوت اللي تشوفني في البروفيو، لا 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 هدف على الهواء، هذا اللي راح يعطوك على الهواء، ليش اللي تلعب بس ولا الشاشه؟ طيب الهدف اللي ملغي هو هدف صحيح بصراحه، لا هدف صحيح ما في شيء، الغى الحكم بداع التسلل، بنشوف ليش، شوف اللقطه الان واضحه على الهواء، في الاعاده بتوضح، هو طبعا المساعد هناك واضح في اخر الشاشه رافع الرايه، هو الان هو رافع التسلل على اعتبار بيتران اللي سجل، لكن بيتران ما كان في موقف تسلل والغى هدف، لان سعود السويد مش في التسلل، راح خلاص شوف اللاعب اللي معاه، هو بتقدم اكثر من بيتران اللي جاي من خلف وسجل الجول، صحيح ما له علاقه بالتسلل ابدا، لا 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 فالحكم الغى هدف صحيح متروك مع الكابتن محمد، بس هو احنا لا حكم وجهه نظر، يعني هو مساعد او يعني معقوله هاي دقيقه 16 وكانت نتيجه 0-0 يعني تفوت مثل هذه الحاله، والله انت بيقول لك تقدير الحكم، هو لان هو رفع الرايه لما تسجل الهدف، الى متى شوف هني سعود خلاص تجاوز اللاعب، واللاعب اللي مصنع متاخر الكره خلاص، يعني الى متى هذه الان رفع الحكم متاخر على فكره بعد، لا بس هاي المساعد هو اللي حسبها، المساعد قصدي، شوف ابو خالد بالنسبه لمباراه اليوم الحكم المباراه او الحكم المساعد حرم صور من 3 نقاط، هو كان الاقدر ب3 نقاط بالمستوى اللي قدمه الفريق، وبايضا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في المباراه. اليوم صور يعني استمر في ادائه الجيد في تعديل وضعه من الوضعيه الصعبه اللي هو فيها،
فريق يعني له شكل مختلف تماما. فأنا أعتقد أنه اللي حرم صورة ثلاث نقاط المساعد. أما بالنسبة لي يعني ضياع ضربة الجزاء لسعود الفارسي، أنا أعتقد أنه يعني ضربة الجزاء ممكن أن الصورة صحيحة. التنفيذ هو يعني. هو أنت الآن يعني سعود الفارسي يعني هو اللاعب الوحيد اللي بينفذ ضربات الجزاء بالنسبة لنادي صور، لا مش لا من هذا الموسم، من المواسم السابقة ونحن شاهدناه اليوم. أنا ما أحط سبب رئيسي بأنه سعود أيضا يتحمل جزء في التعادل أنه ما كسب اللقاء. لكن ضيع هو أضاع فرصة ضربة الجزاء تضيع يعني. أنت هذا متفقين أنها تضيع. ولكن تنفيذ. أنا ليش أقول لك أن سعود ما تعمل مش في التنفيذ، ولكن أنت شفت علي. أنا تعرف ليش أنا بقول قبل ما أعطاها هي ضربة الجزاء. طريقة تنفيذه لضربة الجزاء بهذا الطريقة. أبو سلطان الشيء بالشيء يذكر، أبو صقر قال أن سعيد عبيد عندما ضيع ركلة الجزاء أعطاه سببه، أعطاه سبب لاعتبار أنه ما موجود اسمه في قائمة المنتخب. سعود الفارسي اسمه موجود في قائمة المنتخب، فكان في له حافز إيجابي موجود. بس ما تنفيذ هي تضيع ضربة الجزاء. لا هي تضيع. انت موافقنا الرأي ولا لا؟ موافقك لين سعود يعني. وانا اقول وهذا اول مره جدي يعني ما تعمل مع حتى حارس المصنع بصراحة ما تعمل يعني على شيادي انت في وسط من الحراس اللي يصدوا ضربات الجزاء. بس عنده زيادة بالوزن كثير، هو زيادة بالوزن اي بس يعني. وعرف سعود الفارسي ضربات الجزاء اللي بينفذها في نادي صور كلها بهذا الطريق. عيدوها يا محسن، عيدها بهذا الطريق. عيدها يعني تشوف يعني اذا كانت ضربه جزاء بالزاويه ولا لا. بعيد لكم كل ضربات جزاء سعود الفارسي. لا لا لا. مع صور ضربه جزاء، ضربه الجزاء هذا انا ما اقدر احمل سعود الفارسي انه يعني ضياع ضربه الجزاء. انت ابو سلطان، ابو سلطان احنا قلنا لك سبب حملته اللاعب انه صور ما كسب المباراه هنا عوامل ما استغلت. اعطونا الاسئله للشباب دقيقه 67 ما موجوده ابو صقر ما جاهزه لانك ما طلبت انت كل ما طلبوا. انت طلبت؟ اطلبها قبل حاله ما ضربه جزاء. لا انت طلبت ولا لا؟ ما طلب. لا هو قصده ضربه الجزاء بس ما طلبها لا عشان تكون جاهزه بالنسبه لا للشباب. لا ضربه الجزاء لا اضاعها سعود قبل شو. لا لا ما هو لا ضربه جزاء ثانيه. لا لا انا اقول على ضربه جزاء اللي اضاعها سعود اللي دقيقه 67 سعود اللي ما اكتسبت الدقيقه 76 سعود فات الشهر 24. اعطينا اذا في ثمه اسئله للشباب. طيب اعطونا ما صار في وقت الحين تطلبوا بعد. محسن الشنفري سؤال كابتن هلال مخير، هل فهمي مدافع النصر يستحق التواجد في قائمة المنتخب؟ فهمي الدربي نعم دربي. يستاهل. وانت كنت تكلمت عليه نعم انا تكلمت وعذرا خلينا اكمل في هذا الجانب. لا فهمي انا في وجهة نظري هو جيد واسكندر جيد، ولكن هو رقم واحد قبل الاسكندر في وجهة نظري. طيب علي بعمل السلام عليكم. هذا سؤال كابتن سيف الغافي، اذا كنت مدرب رياضي في فريقك اضعف دفاع ماذا ستفعل؟ استغني على اللاعبين واجيب لاعبي للأولمبي. طيب في سؤال ثاني يلا تغريدات عندكم تعطونا. جمال الكمشكي سؤال الكابتن هلال مخيري، فنيا ما هي الانديه الاقرب للهبوط؟ للهبوط سؤال صعب يعني. خذها انت من التاسع مثلا 21 نقطه. لا مش من التاسع، من الحادي عشر يعني من 18 نقطه يعني. صور مصدر خابور وسلاله من يعني شوف هو متغارب، ولكن خذها من التاسع فعلا. من التاسع يعني 21 نقطه من التاسع. طيب اللي بعده محمد المحروقي رباك العروبه الفوز. سؤال الظفار محتاج لتجديد في اللاعبين وكذلك الرئيس الاداري الجديد سيد سلطان، ارجو الاجابه. التجديد هو طبعا طالب عاد رئيس مجلس الاداره هو يقدر يقول لك نشيله ولا ما نشيله بعد. فجاوب والله انا ما انتبهت للسؤال كيف ايش قال بالضبط. لان ما واضح الظفار محتاج تجديد لاعبين ورئيس جديد. هو عموما يعني هذا الإدارة طبعا بعد كم شهر يعني الإدارة في نهاية الموسم. وبالنسبة للاعبين محتاج لاعبين جدد ممكن طبعا والله يحتاج لاعبين أبناء النادي أبناء. طيب شكرا كبات على البرنامج. سؤال كابتن هلال المخيني عندك اليوم، هلال سيحافظ سويق على مركزه ويحصل الدرع؟ كل شيء وارد. هو الثالث حاليا طبعا جالس يقدم عطاءات. نعم غل الآن نسبة التسجيل عنده، ولكنه كفريق فريق عنده مقومات. طيب اعطونا ممكن اللعيبه جزئتين غلت في التهديف والدكه ما بعامره باللاعبين اللي هي اللي معظمهم من العلوم. يقول الله يعين لاعبين عمل تدريبات يوميه مباريات مضغوطه كيف تريدوا اللاعبين يأدوا؟
طيب تغريدة ثانية، عدنان الشحري: النصر بلا روح ووضعية الفريق مطمئن، مجرد 3 نقاط إذا استمر الفريق بهذا المستوى أعتقد ما بيوصلوا مكان متقدم، والسبب تخبط إداري. يا هذا التخبط إداري. وليد: تتواصل الأخطاء التحكيمية من جديد، لا تعليق بصراحة، هدف صحيح لنادي الصور. محب العميد وليد، محب العميد. بوطلال يقول: شوط أول صوراي منظم ويلعب في المساحات مع هدف صحيح، ملغي الشوط الثاني، ظهرت تدخلات مدرب المصنعة غيرت مجرى المباراة، صورة ضاع الفوز. أبو سالم السناني: العميد الصوراي قدم مباراة رائعة، مستوى في تصاعد، أتمنى التركيز من اللاعبين والتوفيق يا العميد. محمد أصفر: داخلية قادم لخط الصدارة، جماهير فنجاد التكاتف مع لتحقيق طموحنا باللقب التاسع بإذن الله، دمتم بمحبة. تغريدة يوسف البلوشي: إذا كان مستوى اللاعبين ضعيف في أغلب الأندية التي أقالت مدربيها فما ذنب المدرب؟ باختصار أغلب إدارات أنديتنا هي من تحتاج للتغيير. أحمد يقول: النهضة يهدر نقاط بالجملة وصور في خطر، سلامي للجميع. منور أبو سلطان، منورين أنتم كلكم طبعا. قال زوايدي: هدف صحيح، ملغي للصور، الأزرق مع المرابط في الطريق الصريح. شامس نصيب: بنسبة 90% الدوري ذاهب للمارد العربوي، أتمنى من جميع الأندية الاستفادة من النقل وتحليل برنامج دك كي تعيد حساباتها فيه. مشكور يا شامس على ثقتك. صالح الهاجري: عنوان دورين هذا الموسم: دوري عمان تل لتبديل المدربين. طيب داود: فنج الملك ويفكر في الصدارة، والنهضة أضاءة جيدة، وهكذا مباريات الكبار سجل وحافظ، المصنعة فتراجع رغم الأداء الجيد. إحنا ما صار عندنا وقت. شكرا لأعضاء الدكة: هلال المخيني، سيف سلطان، طلال العامري، وهيثم خليل. شكرا لكل المشاهدين، نلتقي على الخير إن شاء الله مع الجولة القادمة لدوري عمان تل المحترفين. إلى اللقاء.